المؤسسة صاغت أهدافها من الدراسة بشكل تفصيلي في البورد ده، تفضل، وتركت لحضرتك الحرية الكاملة في تنفيذ الدراسة الميدانية. المهم يكون محورها فتيات الشوارع، وما تنساش إنه ده كان اقتراحك بالأساس. وأنا من خلال متابعتي لصفحات الحوادث في الصحف المصرية لاحظت إن نسبة الجريمة خصوصاً في العنف والإرهاب بتزيد في المناطق العشوائية. كتبت ملحوظة وبالتركيز على علاقة الفتيات بنوع من الجريمة دي اللي في العشوائيات. أتمنى البعد ده يبقى محور رئيسي في الدراسة. واضح إنكم محددين إيه اللي مطلوب مني بالظبط، وده ضد المراسلات اللي كانت ما بيني وما بينكم. في الحالة دي أرجو قبول اعتذاري. وعلى فكرة القاهرة مليانة مراكز بحثية تقدروا تتعاونوا معها، الجامعات الحكومية والأهلية. بروفيسور أنت زعلت؟ This is a discussion. إحنا بنتناقش. لا دي مش مناقشة. أنتم بتملوا عليا طريقتكم وده اللي أنا برفضه تماما. You have to be flexible. لازم تكون مرنة عشان نوصل لاتفاق. والعقد اللي بيننا فيه اتفاق على الميزانية كلها اللي حضرتك طالبها، وده مش قليل، يعني الميزانية مش قليلة. أنا آسف جدا. سيل فو بلي بروفيسور، انا مفوضه للاتفاق مع حضرتك، ممكن حضرتك تامرني باللي انت عايزه. انا عندي نظريه عايز اثبت علميا صحتها، اثبت صحه النظريه دي بشكل عملي. هي تطوير لنظريه دوركايم مؤسس علم الاجتماع. دوركايم بيقول ان الانسان ابن بيئته ولا يخرج عن اطارها، وانا بقول ان أي إنسان عايش في بيئة لها تقاليدها وعاداتها وأعرافها، لو نقلنا لي بيئة أخرى مغيرة ممكن نعيد صياغته مرة تانية. يعني زي النبات المحجن من خلال علم الهندسة الوراثية، شجرة الليمون مثلا بالهندسة الوراثية ممكن إنها تطرح برتقال وسفندي تفاح. الثمرة هيفضل فيها صفاتها الرئيسية لكن هتكتسب صفات أخرى مغيرة. بمعنى مختلف، لو جبنا بنت من بنات الشوارع من قاع المجتمع اللي مليان فقر وانحلال وجهل، ونقلناها إلى بيئة أخرى محترمة حسب نظرية دوركايم، البنت دي ما تتغيرش. حسب نظريتي أنا لا، تتغير، تتحول إلى شخصية أخرى. ده اللي أنا عايز أثبته من خلال تطبيق نظريتي على نماذج من بنات الشوارع. مانيش عارف لو مفير على كده ولا لأ. نعم، ولكن إيه؟ بناء على المراسلات اللي بيني وبينكم. يس أور نو؟ يس بروفيسور، داكور. وهنمضي العقد النهاردة، وأنا عازمك على العشاء، أنت ويور فاميلي. أشكرك جدا، بس إحنا مصريين من عادتنا إنه ضيوفنا نعزمهم. أرجو تقبلي عزومتي. متشكر جدا. شروق خلصت يا باشا؟ أيوة، يعني خلصت. راحت فين؟ ما تعرفيش راحت فين؟ لو عايز مجلة من اللي هي بتبيع مجلة لك من عم مرعي. يا ستي أنا لا عايز مجلة ولا عايز عم مرعي، أنا عايز أعرف بس هي راحت فين؟ تعرفي بيتها فين بالظبط؟ بيتها؟ أنت عايز منها يا جدع؟ اوعى تكون من الجماعه اللي ضربوا عليها رصاص. يا بوليس يا بوليس، هونا هونا امسك يالا هونا. اللهوي ادهم، ازيك يا شروق؟ انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ امشي وانا هبقى افوت عليك. لا لا لا، امشي ايه؟ انا عايز اتكلم معاك ودلوقتي حالا وضروري كمان. لا امشي بس. طب هقول لك حاجه، في عشه عند المعديه دي بتاعت شتا، شتا ده جدي، اسال عليه هتلاقيه قاعد بيصطاد هناك. روح اقعد جنبه وانا هجي. بس ما تاخريش. حاضر، امشي بقى دلوقتي. طيب شروق. نعم. ما تاخريش. حاضر، قلنا امشي بقى. حاضر. عقبال ليلتك يا شروق. عقبال بنتك يا اختي. بس
ادخل يا حماية العزيز. ادخل العيش عشيتك. سمري بتهبب ايه هنا؟ اوعى تقول انك انت بقيت هنا من امبارح. هو ده اللي حصل يا حماية. وايه ده؟ ايه ده وش البومة ده؟ كنت بحن رجليا. ما تيجي تحن رجليك انت كمان يمكن تعملها وتحصل لي. يا عينك يا جبايرك يا بجح. بقى تتجوز على بنتي وجاي بيت ابوها تتحنى وتدارى كمان؟ في يا راجل يا مجنون انت. الله، جوازي ده مصلحه لبنتك بدل ما بقى قاعد في ارابيزها كده وعتل عليها. ده انت بجح بجاحه يا جرع. قوم من هنا، قوم لافتح دماغك. قوم قوم قوم. ايه بتطردني من البيت الابيض يا خايف؟ الهدوم الجديده بتاعتي اخدها. استنى، هي دي هدومك الجديده؟ خد يا اخويا، هذه هدومك الجديده. لا امسك، خد اهي. يلا يلا يلا، طهرتك بالجاز الوسخ. عم شتا، عم شتا. مين بين ده؟ انا ادهم. اصل شروق كانت قالت لي ان انا اجي استناها هنا. يا عريس وكمان اتحنيت، انت هتطلع فرحك من هنا؟ ايوه خفيف وبطل رد. المخزن جوه فاضي؟ ما انت دايسه مليان الشيش والمول. طيب هخش اريح شويه. هو شتا طردك؟ مفيش. عرفك يا ما حاجه باينه زي الشمس. هات بطل رغي. يالا اجري اعمل لي فنجان قهوه على الريحه قبل ما اكلم الفراش اشوف اتاخرت ليه. طب مش قلت هتريح؟ رجعت في كلامي. انت مالك انت؟ يا تجري اعمل قهوه بدل ما ابلغ البوليس واقول ان معكش بطاقه. ربنا يسترها على الايام اللي جايه، شكلها قرفه ساده. وهنشربها على روحك ان شاء الله. وحشتيني قوي يا شباب، بس انت بقى ما بتساليش عليا. قلت اغامر واجي انا اسال. بس مش كنت تديني خبر عشان اعمل حسابي؟ اديكي خبر ازاي وانا كل ما اتصل بالموبايل بتاعك الاقيه مقفول؟ ما هو اصل انا بصراحه بعته. انا بقى توقعت كده برضو. رأيي انت زعلانه ان انا جيت ولا ايه؟ اخس عليك ما تقولش كده، انا بس كنت عايزه اوضب نفسي شويه. معقوله ده منظر يشوف واد زي القمر زيك كده وهندسه؟ ولعلمك بقى انا بموت فيكي كده وانت زي ما انت. اخرتها يا قدها. اخرتها فل ان شاء الله. اخرتها فستان فرح وزفة. واولادي يقولوا لك يا ماما. تاخدني معاك فوق لسبع سنة، اعيش معاك اجمل حلم، واول ما بتمشي وتسيبني بنزل على بدور رقبتي. لا انا مش عايزك تنزلي على بدور رقبتك ولا حاجه، وعايزك تعيشي في الحلم ده على طول، لان قريب قوي الحلم ده هيبقى حقيقي. مش فاهم. شوفي بقى يا ستي، انا طبعا بستعد للامتحانات خلاص. بيني وبينك بقى، انا فتحت بابا وقلت له ان في بنت حلوه وزي القمر بحبها وبموت فيها وعايز اتجوزها. مش عايز اقول لك ابويا انبسط وفرح ازاي، وقال لي شوف يا ادهم انت خلص امتحاناتك ونطمن على النتيجه ونروح نخطبها لك على طول، وبعد ما اخلص الجامعه نتجوز وهتعين نائب رئيس مجلس اداره شركته. يا عسل، ربنا يوفقك يا رب يا ادهم، وتطلع الالفة على كل زمايلك. الالفة حلوة دي. الالفة هما مش بيسموها كده؟ هما بيسموها كده الالفة. امال بتتمقلت عليا ليه؟ انا اقدر، انا مستحيل اعمل كده. بالعكس انا بحب كل كلامي، هو زي ما هو كده بعمله. بحث. قولي باباك يعني سألك البيت اللي انت عايز تتجوزها ديت مين؟ احلى اتنين شاي بالنعناع والريحان. الف هنا وشفا ليكم. تسلم ايدك. انا مش عايز ابقى عزول، معايا سكنتين حداده كده لانهم من بيت الغلابه عشان اسنها لهم، وقلت لهم هخليهم جداد. انما مين ده؟ مفيش حاجه قديمه بترجع تبقى جديده تاني. ناس غلابه بقى وبيصدقوا، سرقاهم سكنت العوزه، وربنا يكفينا ويكفيك وشر العوزة. أنا جنبيكوا هنا.
فهمت جدي قصده ايه. لا وده اللي انا خايفه منه. انا مش فاهم قصدك يا شو. لقيتها من انت السكينه سرقاك وانا كمان، بس الفرق بيني وبينك ان انا شايله همي ووعي اني شايلاك. لما انت مغمض عينك مشتريات وخايفه من اليوم اللي تفتح فيه تشوف انا فين وانت فين. بص عليا يا ادهم، بص على حالي كويس. حرام عليك يا شيخ، ده انا النهارده جايلك عشان اخد منك يعني جرأتين حنيه تخلوني كده اشد حيلي واتشجع على المذاكره عشان انجح واجي اطلب رسمي. تقوم انت بقى كده بكل بساطه مكسره لي مقاديفي. يقطعني يا ادهم، والله ما قصدي. انا لو عليا بحبك وبموت فيك، بموت في التراب اللي بتمشي عليه، وعايزك احسن راجل في الدنيا. وصدق لو لينا نصيب او ملناش هتفضل في القلب وفي العين، ومحدش هيقدر يتعتعك ابدا مهما حصل. مهما حصل، مهما حصل. ايوه كده. انا كده بقى خدت جرعه وبزياده كمان. هسيبك بقى تقعدي مع جدك. صحيح افتكرت. شوفي بقى انا هقول لك على حاجه واوعي تقولي لي لا. انا عايزك تاخدي الموبايل ده تخليه معاكي. وانت هتقعد من غير الموبايل؟ يا ستي انا هتصرف وهشتري موبايل اول ما امشي من هنا، المهم ده يفضل معاكي انت عشان خاطر اقدر اطمن عليكي. اشرو انت قاعده هنا تشربي شاي اختي كلبه الدنيا عليكي. يا لهوي انا نسيت، اصل فرح اختي الليله. ايه ده بجد؟ طيب الف مبروك. عقبالنا. الله يبارك فيك. يلا مع السلامه انت، واول ما توصل ابقى رني لي او اتصل بيا. سلام. سلام. الصلاه روسا بصوا على الجمال عشان حلوه واموره خدا ابن الحلال ايام وساعات والوقت اهو فات. ايام وساعات والوقت اهو فات وعيونك لسه ما ردتش من كتر الشوق توبنا الشوق من كتر الشوق توبنا الشوق حبينا ولسه ما حنت شي. طب ليه ما ردت شي ما حنت شي ما ردت شي ما حنت شي. طب ليه ما ردت شي. شكرا. شروق انا مكسوفه قوي يا اختي. يا حبيبتي اتكسفي، ما تتكسفيش ليه، الكسوف له ناس والحساسه خلاص جبر. شايفه الوليه عامله ايه في نفسها؟ شبه عروسه المول. مرسي فيه يا مرسي؟ معقوله طالع ورايا لحد هنا؟ خليك مزوق. حيطات امنيه يا شروق. لا يا اخويا وانت السادس، دي استعبطات امنيه. انزل اقعد تحت واخرج من راسي شويه. يلا يا عسل. حاضر هنزل. جرى ايه يا ثمر؟ مالك يا اخويا قاعد على قلاوز ليه؟ مش عارف جدتي بتحرش ليه؟ وتريني شم ريحه من الصبح ومكسوفه اقول لك. ريحه ايه؟ ريحه جاز يا ثمري، ريحه الجاز. انت منقوح في كوبايه جاز يا ثمري؟ جاز ايه؟ جاز
ايه يا بدعدع؟ ده انا مغرق هدومي كلها ريحه من احلى الانواع. منك للاشتا. شايفه شو؟ شايفه ابوك عامل ازاي؟ وانا شكلك عامل عامله ايه يا وان؟ مفيش، حطيت له بودره عفريت وبودره زفره على هدوم. عملت كده انت يا وان؟ هو طالع في وسط الزحمه مع الناموسه، خليه بقى يتهنى بالهرش. انت ده انت ما يتقدرش عليك. بقول لك ايه، اختفي من هنا دلوقتي لحسن لو شم خبر ان انت عملتها يخلص عليك. انزل. ايوه سمعوس، الليله بيضة وبيضة من غير صفار، واللي يحبنا ما يضربش نار. ما قلنا ما يضربش نار، يضرب بنكنوت. وعرسنا المعلم سمري والمعلمة بديعة الهنجرانية، ألف مرة وألف ميت مبروك. وبالصلاة على النبي، مين هيطلع ويستفتح استفتاح النقوط؟ يعني الصح، يعني الواجب، لأن الفرح ده بتاع ناس صحابات واجب. فرمل يا شقيق، فرمل. أجل طالع. صبح وخليك مع بوقي. العروسة روسة، المعلمة بديعة ديعة، الخيرة عليا عليك. 50 شمعة تحويشة 5 جمع قمع، وسمعني أحلى سلام للمعلمة وعفاريت النصب يعني تجار المية الساقعة والسخنة، ورقصني رقص رقص. أسمع زفت يا عجنة، تعايا نيلة. يا معلمة عجبتك؟ ولا انا مش بديك 100 صحيحة يالا. يا معلمة خليك ايه درجية، اديت نصها للواد ميمون الورداتي عشان يسحب البكرة ولعة. اما نشوف اخرتها ايه يا منيل. ميمون يلا. ايوه 20 جنيه دي من ميمون. مون يوم العازب. عازب معلمة بديعة ديعة، وعرسها ملك الشقاوة. ايوه اصلي يا جدع. اسمع احلى رقصة للميمون. ورقة. ايوه ثمن. عايز كل واحد ينقط تكتبه كل باسمه، كل واحد باسمه. 50 سمعة 20 جنيه ميمون نوم العاتب. بس في حاجة غريبة، كل الناس عمالة تنقط المعلمة وانت عمال تهرس تهرس تهرس. ايه عريس اوانطة؟ قوم سخن ونقط قوم. ايوه عندك حق. ايه الهرس ده؟ دي الميكروفون هذا عشان الشرق الغبرة. سمعهوس سمعهوس، خلي بالكوا يا اهل العزبة الكرام، انا بقالي 40 سنة بنقطكم وبنقط اهاليكم، وجه الوقت الرد الجميل والليلة ليلتي. وانا حماية انا الكتب خالص وقعد، يعني المرسح فاضي، مش عايز مهيصة ولا مهجسة. اللي معاه يطلع ينقط وانا بأيد، واللي مش هينقط برضه هيتأيد ومش هسيبه. وفرجني رأسة العريس. رقص العريس وخليها طويل من غير تهبيط. سمر يا ابو شروق، البت اللي بميت راجل. ميت راجل، والنقطه دي 1000 جنيه. الله اكبر، 1000 جنيه عشان خاطر شروق. هديه من الباشا كامل الشهير بكابي. يا رب
يفك زنقته. ايتو وسمعني سلام، ياما في الحبس مظاليم. اسمع سلام. استنى يا اخوي، هات النقطة دي. هات، اتفضل يا اخوي، خد نقطتك واتكل على الله. ليه كده يا بنت العريس؟ اهو كده، واذا ما مشيتش دلوقتي خليهم يقطعوك حتة حتة. صابونة العدو يا اخويا ما ترغيش، ونرغت يلا السلامة، ولو قعدت في مطرح ما ترغيش لحد ما تقوم بالسلامة. يلا يا اخويا اتزحلق من هنا. انت مش قدنا يا شروق، ولو ما سمعتش الكلام ونفضت للي في دماغك، الدبان الازرق مش هيعرف لك طريق جوله. انت بتحددني؟ مرسي الواد ده معاهم. اوعي ايدك. اقف يلا، اقف يلا، اقف يلا. يلا انت يلا. تعالى يا سبتنش، انا لسه جاي معاك. بشوف يا جدع في ايه، ولا شرغش. تعالى ايه اللي بيحصل ده؟ واحد طلع نقط بعشر ورقات مدنى ذبح، وجاب اسم اللي اسمها شروق اخت العروسه، قامت جايه ماسكاه وندهت على مرسي مباحث. ندهت على مرسي ليه؟ عشان يقفشوا، الظاهر انه كان بيعكسها. شفتوا يا رجاله؟ بنت ب 100 راجل. وقف عندك، بقول لك وقف، هتربط من النار. وقف. اطلع هنا. تحية خاصة لكل ملوك الزبالة، يعني الوحي الكبير دهب النفايات اللي مروض الخنازير ومعفرتها، المعلم رباح الزفر. اسمع احلى سلام. النقطة دي من عفاريت الكور. كور اللي عملوا الحديد طعمية. ايه؟ والبرادة تقلية. ليه؟ من ورشة سلومة الحداد، احسن ورشة في العزبة. عزبة سلومة؟ انت جاي تنقط ولا جاي تعمل دعاية لورشتك؟ خد منه نقطة ونزله. هات يا اخويا. استنى يا عايز اسمع احلى سلام. تحية الحدادين. سلام، خلي السلاح صاحي. اسمع احلى سلام. بس يالا، ودفع كام؟ 10 جنيه يا معلم. حطهم في الشنطة. حطيتهم. ورقة اكتب انه دفع 10 جنيه. انا من 10 سنين نقطته فرح ودفعت 5 جنيه، يعني بقام دلوقتي 50 جنيه، يبقى الفرق عليه. سامعهوش؟ كله يقف تمام للبرنس الهمام. اتفضل يا برنس، اتفضل. تحية خاصة وارد التطرايد والدش، نجم الفضائيات البرنس كوانا، نجم العشوائيات والزغابة الكبير كبير البرنس كوانا. يبقى الليلة. الليلة والعرسان والعرايس. رايس وحبيب المعلم سمر. سمري. والمعلمة بديعة. ديعة. طب وانا؟ انا برنس. وبوحة وعروس اخت البرنسيسة شروق. روق. وكمان مرة البرنسيسة شروق. روق. يعني مليون مرة البرنسيسة شروق. مليون مرة البرنسيسة. والله عنده. والعزبة. عزبة. والخرابة. رابة. الخرابة. رابة. يعني الزغابة. غابة. واحب بشر اهلي وناسي ان انا خلاص هودع العزوبية، وطلبت ايد البرنسيسة شروق. والكل معزوم على فرح 10 نجوم، والنقطة دي من حر مالي، يعني 500. جايين حيرين طايرين، جايين منين يا ترى؟ جايين من كوانا السكرة. أرقص يا المصايب اللي بتتحدف علينا. معرفش، بس ده لما يبقى يشوف قفاه. احبك وانت صعب يا شرس.
جرعيه يا سامري، ما قلتليش يا اخويا على الجوازه دي يعني. اصلي نسيت، اصل هو كان طلبها مني وبعدين ما جددش الطلب. خلي بالك يا شروق، احنا في حكم المخطوبين دلوقتي ومحدش هيستجرى يطلبك، فانا عايزك كده تستهدي وتوافقي عشان نبقى اسعد عريس وعروسه مع بعض. اوعى يا اخويا تكون فاكر ان انت كده بتحرجني ولا بتحطني في خانه اليد. لا، وحيات مقاصيصي دول يا كوان، ما انت طايل ضفر. احبك وانت فرس حرنان، حكمنا انا احب الصعب، احبه قوي. مبروك يا بديعه، الجماعه بيسلموا. تسلمي يا لبيبه، فين ايامك يا اختي؟ سمع هوس هوس الغجر غجر الهنجرانيه نيه حيوا المعلمه بديعه ديعه وسمعني اه يا غجر اسمع احلى اه يا غجر نص عمري في اوروبا. اكيد مع المستشار اثناء دراسته، بعدين اثناء توليه منصب مستشار في اليونايتد نيشن. لا، الفتره دي بابا كان عايش لوحده، مش كده يا دكتور؟ سيبك من كلام والدتك، انت عارف انها بتحب المشخره، اسمع وانت ساكت. انا اتولدت في باريس وعندي الجنسيه. بابا كان له بيزنس كبير قوي في باريس، كان عنده اسهم في اكبر شركه اتصالات، وخالي سفير واخويا كمان سفير، يعني عيلتنا كلها في السلك الدبلوماسي. خدت بالك ابتدت الوصله بتاعتها. خلينا في المهمه، خبر سهام طمنت نبضتها؟ لا تمام، كلمت البيت كذا مره والشغالين طمنوني، ما تقلقش. المهم هم عملوا العقد امتى؟ عينه هتبظ على النقود. ده كانه عامل الفرح مخصوص عشان النقود. بقول لك يا شروق انا عاوزه اروح. من عينيا الاثنين يا عيون اختي، انا هعمل لك قفله عشان تروحي. استني يا بنت. واد يا شوقي تعال. بقول لك ايه، روح اسلك الفيشه يا ولد. فيشه؟ فيشه ايه؟ فيشه الكهرباء يا ولد. اموت انا في الشر اللي زي ده، ثواني وتكون الدنيا دي كلها مغيمه. طب يلا حمامه. I'm gonna make you mine.
félicitations, professeur. Si, mabrouk. Non, félicitations à ce cours, professeur Mamoun. متشكر مسيو جامي. مبروك يا دكتور، انا النهارده في منتهى السعاده. طبعا لازم تكون سعيد قوي، ما انت هتبقى المسؤول عن الجانب التطبيقي في الدراسه. وماله، ده كفايه ان حضرتك هتستفيد من مواهبي وخبراتي العميقه في المشروع ده. ما انا مش طالب كتير، 50-50 يعني نص مليون دولار بس. انا بقى ما يهمنيش الفلوس، اللي يهمني ان انا اثبت صحه نظريتي. بروفيسور مأمون، اخترت عينه البحث ولا لسه؟ بالحقيقه انا لسه في مرحله الاختيار، بس اطمنوا ان شاء الله هنوصل في مرحله زمنيه اقل من اللي احنا متفقين عليها بخطه البحث. والفريق المعاون حددته ولا لسه؟ جو سوي ديزولي، انا مش بتدخل في تفاصيل خطتك، ده لمجرد المعرفه. واضح ان حضرتك دبلوماسيه قوي، انا عارف ان من حقك انك تتدخلي بحكم انك انت مسؤوله عن المتابعه. عموما انا اخترت الدكتور سامح لانه بيدرس علم الاجتماع السلوكي في الجامعه، وانا معايا ناس بدربهم بقالي سنين الحقيقه على اعلى مستوى. في باحثه كانت بترسلنا وانا طلبت منها تروح لحضرتك، بعت لك السي في بتاعها على ايميل المركز. قصدي حضرتك رويده؟ رويده غبيه على ما اذكر، انت تعرفها مسيو سامح؟ طبعا، دي كانت زميلتي في القسم وانسانه متحمسه جدا، يا ريت لو نضمها في مشروع البحث بتاعنا. ده قرار البروفيسور، احنا لينا النتائج. بمناسبه النتائج، انت متوقع توصل لنتائج بنسب اعلى؟ شجابي، انت عارف ان في علم الاجتماع صعب ان انا اجاوب على سؤال زي ده، انما انا مطمن ان شاء الله نتيجه البحث بتاعي هتغير مفاهيم قديمه كانت مستقره في نظريه دوركايم. معنى كده ان احنا هنشوف نماذج الفتيات من قاع المجتمع هيبقوا علماء وعباقره لو حطيناهم في مناخ مختلف حسب نظريتك الجديده. يعني مش ضروري قوي يبقوا علماء وعباقره، كفايه انهم يبقوا مواطنين ايجابيين مش واخدين موقف سلبي في المجتمع، ويكفي قوي ان احنا نخرجهم من بؤرة الاجرام ويبقوا مواطنين صالحين. مفيش، مستنيك يا حبيبتي، مستنيك يا عسل. ترى ايه يا راجل؟ في ايه؟ صينيه الاكل عليها المحمر والمشمر، ده انا ميته من الجوع. بنات الهرجرانيه عملوا في اصلهم. ما احنا كده لما واحده تتجوز لازم يجاملوها. وماله يا حبيبتي وماله؟ ما انت ياما جاملتيهم. يا اخويا، ياما سرقت ذهب ولميت ذهب مبلول يفتح سغب زياح، بس الحمد لله ربنا استرها معايا من ساعه ما اتجوزت صاحب القهوه والدار وكتبها لي ومات. اتجوزت تاجر بهايم وساب لي فلوسه ومات. دريه هو كله مات اما رافي السعد. يا اخي عمر الشاي باقي وانت حالتك اللضع، انت ما كتبتيش ابيض ولا اسود. فين بس النوت هتبقى 50-50؟ هي الغله طلعت كام؟ يا بدعدع، الله داري على شبعتك تقيل، الفلوس لما بتتنظر بتروح بتقل بركتها. بس انا شايفه يا اخويا كده فلوس كتير قوي قوي كانوا بينقطوا بيها، ده حتى الواد كوانا نقط ب 500 جنيه وبتوع الزباله طلعوا ينقطوا كل واحد 100 جنيه، حتى رباح نفسه نقط باسم ولاده مرتين، كل مره بنص 1000. ده اللي قلقني، ان لما ولادهم يتجوزوا هضطر انقطهم. يا اخويا مين يعيش ساعتها؟ ساعتها هتكون المعلم سمري قد الدنيا. بص
انا بحلم نهد القهوه ونكبرها، نفتح سنتر فيه كده كافو شوب، ونفتح محل موبايلات فيه كروت الشحن، الحاجات دي بتكسب، وزنقور صغير كده فيه ذهب، شغلتي الذهب ده. يخرب بيت راسك يا بدعدع، ايه ده؟ ايه الابداع ده يا بدعدع؟ ما هي شنطة النقود دي هتبقى خميرة العمر مش كده؟ شربي بنتي يا شوقية، ارسي لحالك كده يا بنت وبلاش شعنانة، ربنا يجعله قدم السعادة عليكي ويخدر عتبتك. يا رب يا رب يسمع منك يا شروق. هي امي ما جاتش معاكي ليه؟ يلا يا شوقية جرى يا شروق، هو انت هتباتي معانا الليلة؟ لا يا اخويا، ازاي، تتصبحوا بالخير. ربنا يهنيكم، فوتكم بعافية. انا هبقى اجيب لكم الصباحية على الضحى كده، وهبقى اقول لامك تيجي معايا. لا خليكي قاعدة معايا. بقى ده اسمه كلام يا عروسة؟ فوتكم بعافية. الله يعافيك يا اختي. شروق. نعم يا شروق، ربنا ما يحرمني منك ولا يحرمني منك يا حبيبتي. يلا يا شوقية. كده هتنام؟ الحمد لله الجرح طلع بسيط. اسمعوا يا جماعه، انا حاسس انكم مش قادرين تسيطروا عليها. انا بقترح عليكم انكم تدخلوها اي مصحه، هقول لكم على اكتر من مصحه جيده وانتوا تختاروا. مصحه؟ مش ممكن، ده انا اتفضح في النادي، مفيش حاجه بتستخبى. الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، احنا دلوقتي في النادي ولا بصحه البنت؟ خلاص ندخلها في مصحه في اوروبا، تتجوز وتسافر مع جوزها. هي ممنوعة من الجواز يا دكتور؟ لا مش ممنوعة ولا حاجة، بس عارسها يتفهم الحالة ويعرضها على استشاري بره. خلوني يا جماعة أتابع معاها الجلسات، وحبعت ممرضة من عندي عشان تقعد معاها. والله يا ريت يا دكتور، ده اقتراح كويس قوي، حتى تراعيها واحنا مش موجودين. أنا عايز أقعد معاك لوحدنا صراحة. بصراحة أنا عايز أقعد معاكم كلكم، حضرتك والدكتور والمدام كمان. الله، من اولها كسوف كده. خلاص هروح اغير في بيت الراحه. اهو ده عيبه بقى، الحمام بره الاوضه وحمام شركه كمان. لا انا ما ينفعش الكلام ده معايا. اعمل ايه بس، هو المطرح كده كده ما ينفعش. شوف لك مطرح تاني بعفشة ميه مستقله، ولا يعني يرضيك مراتك تقف في طابير مع العربجيه اللي بره دول؟ لا ما يرضنيش، بس الصبر يا بنت، الدنيا ما اتخلقتش في يوم وليله. وبعدين اول ما اخد حقي في النقوط من ابوكي هدور لك على مطرح تاني، ويكون بعفشه ميه مستقله كمان. بنت شويه، انا مش مرتاح لابوكي. اسمعي، انا هروح مشوار دقايق وارجع لك على طول. رايح فين يا اسطى؟ اروح لابوكي يا بنت، خد شنطه النقوط كلها وقال لي اول ما هتوصل الدار هبعت لك بيها بورق، وهو لحد دلوقتي ما بعتش. انا هروح له. رايح فين يا عمر؟ عمر مين يا بنت؟ ده انا ابوها. لا لو خرجت طب انا على طلاقي من اولها. لا يا بنت الناس، هو انا بقول لك انا رايح لعروسه تانية؟ انا هروح لابوك اجيب النقطه بتاعتي وحقي واجي على طول. العريس لما يخرج من داره ليله دخلته تبقى فال وحش وشقم، والجوازه ما تعمرش. معلش خلي حوار مروحه ابويا دي بعدين. ده يكون ساعتها بقى خرجتني للوز. يعني هو هيروح فين يعني يا بوح؟ ما هتلاقيه غرقان في العسل مع اللي ما تتسمى، واحنا هنا قاعدين نسحب في الكهرباء ونلبط في بعض. وخليك حاسس بقى. ماشي اروح لبكره. طب ما تفكلي بقى سوسة الفستان علشان خاطر اختك سابتها لي مصديه من غير ما تزيتها. ولا يهمك، افكها لك انا. لفي. انتوا عرفتوا الهدوم اللي هي جابتها وهربت بيها للشارع منين؟ والله انا سالت السكيورتي والجنايني قالوا انها ما خدتش حاجه منها. جابت الهدوم دي منين يا شروت؟ ما سألتيش نفسك السؤال ده؟ مش عارفة، يمكن اشتريتها من محلات البالماسكين. احنا هنهزر، هتجيب هدوم شوارع من بتوع الحفلات التنكرية؟ بالراحة يا جماعة، خلينا نفهم. ماما هي البنت اللي كانت بتشتغل عندنا دادا وحضرتك طردتيها، اللي هي جه جوز امها مسطول وقاعد يزعق وعايز الأجرة والحاجات دي، كان اسمها ايه؟
قدريه. قدريه واسم الشهره بتاعها كان اسمها اداره باين مش كده؟ متهيألي. لا مش متهيألك، انا فاكر كويس. البنت دي كانت على طول في اوضه سهام، ما بتسيبهاش ابدا. دلوقتي كمان فسرت حاجه كانت غايبه عني. فسرت ايه؟ اتكلم يا ابني. مره كنت رايح شغلي متاخر شويه، وانا خارج لقيت سهام واداره لابسين هدوم بعض. وبعدين جيت سالت سهام ما ردتش عليا. وسالت اداره؟ سالتها قالت لي احنا بنهزر ولا بنلعب بنعمل فيلم حاجه كده بنهزره يعني. انت كده فسرت لي حاجه مهمه جدا. بس الحكايه دي عدت عليها سنين طويله. حتى لو عدى عليها 10 سنين الشخصيه دي ممكن تختفي في العقل الباطن ويطلعها لها وعي بتاع بنتك. اذا اتعرضت لازمه او ضغط نفسي او اي اضطرابات نفسيه. ايه اللي يخليها تعمل كده؟ بنت عايشه في المستوى اللي انت شايفه ده تهرب من شخصيتها وتروح لشخصيه وضيعه زي اللي بتهرب بيها في الشوارع؟ سؤال مهم جدا وجه في وقته. اول سبب هو الانتقام. الانتقام؟ الانتقام من مين؟ من الاب والام يا هاني. يلا بالشفا يا قمر. مش عارفه يا ام، قلبي كده مش مطمن. ليه يا بت؟ لاحظت حاجه على اختك؟ لا، شوقيه زي الفل، تقفيل ضحى على سن ورمح. ربنا يسترها معاكي يا بنتي، ربنا يعلم انا ربيتكم ازاي بسهر الليالي وعرق جبيني. كانت ألف عين حرساكم وإيديا دايما محوطة عليكم. هتقولي لي يا أم شوقي؟ قولي لي يا أم شروق. حاضر يا أم شروق. عارفة يا أمه، طول عمرك ما يغمضلكيش جفن غير لما تتأكدي إن كل واحدة فينا في فرشتها، ولو شفتي الواحدة مننا واقفة مع الجدع من دول تجيبيها من مقاصصها تحت رجليك وفي إيدك السكينة، ولازما تقعدي على الخبر، ودايما تقولي لنا يا بنات احنا ما حليتناش غير شرفنا، هو ده اللي نملكه الدنيا. ويا بيت ما ترفعيش عينك في راجل الا عشان تخزقيه. ما انت حافظه يا بنت الدرس اهو. كل الدروس يا عمر سطر سطر. امال خايفه على اختك ليه؟ مش عارفه، الواد بوحه جوزها ما عندوش الرجوله ولا النخوه اللي تحوط على واحده بامان. بس نقول ايه بقى، كل فوله مسوسه ولها كياله اعور، وبنتك حوله مش عوره. قلت لها اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه، ما سمعتش الكلام. ربنا يسترها معاك انت يا بنتي. نفسي اشوفك كده متستتة في بيت عدلك في وسط عيالك مع اللي قلبك يريد. الله، على احلى دعوة منك يا ضحى. بنتي ما قلتليش ايه حكاية كوانا؟ صحيح راح طلبك من ابوكي؟ بلا غم. طب انت ايه رأيك؟ رأيي في ايه يام؟ ده انا موت نفسي قبل ما اخليه طول. انا قلت كده يا بنت لجدك شتا لما قال انه راح طلبك منه. هو كمان طلبني من جدي شتا؟ يا اختي اكيد طلبك كمان من ابوكي. وكوانا زغل العين ابويا بقرشين راح باعني في سوقه. وديني لو غصبني عليه لاكون مولعه في روحي. يا بنت بعد الشر عليك، ان شاء الله هو وجرايره. يلا يلا روحي نامي ولينا رب اسمه الكريم. حاضر يا ام، تصبحي على خير يا عسل. وانتي من الف خير يا سكر. المحمول، هو انا كنت سبته فين؟ خلونا اكلمكم بمنتهى الصراحه، انتوا مش عايشين حياه سويه اطلاقا. يعني بكل اسف مفيش لا حنان ولا احتواء من الام. حتى انت مأمون لو كنت بتلبي لبنتك كل طلباتها وبيجيب لها كل اللي هي عايزاه، فده مش كفايه في ظل ما يعرف بالطلاق الصامت بين الزوجين. ده بالاضافه الى ان سهام بتتعرض لضغط ما من مامتها عشان العريس، وده اللي خلاها تنجذب لشخصية زي شخصية أدارة عشان تنتقم منكم. وفي الغالب شخصية أدارة دي شخصية جذابة ومثيرة، بتعرف تعمل مغامرات أو بتحكي مغامرات، صح؟ دي حقيقة، البنت كانت على طول بتضحك وبتجري وكانت عاملة حس للبيت بصراحة. وده السبب التاني للهروب. انتوا عايشين في فيلا طويلة عريضة لكنها باردة ومملة، وده اللي عمل صدمة سهام وخلاها تنجذب لشخصية أكتف، شخصية سخنة زي شخصية أدارة. في الغالب هي بتحكي لها عن حواديت البنات اللي معاها في الشارع، زي بيعة الفل أو الساقط أو البنت اللي عذبها جوز أمها. بس دي بنت منحطة وبذيئة، عشان كده أنا طردتها. ما هو كل ما كانت الشخصية بذيئة ومنحطة كل ما كانت أكثر جاذبية لشخصية زي شخصية سهام. شخصية سهام اتربت على القواعد الجامدة
اتربت على الامر والنهي، الصوره المعروفه عن الطبقه الكلاس. طب وانت ناوي تعمل ايه يا دكتور؟ في علاج؟ اه طبعا في علاج، وهبدا بالتحليل النفسي فورا، لانه واضح ان في تراكمات من الطفوله ومن ايام المراهقه، وبصراحه مش هينفع العلاج الا بمساعدتكم انتوا الاثنين. انا مستعده اوديها احسن مصحه في اوروبا. والله زي ما تحبوا، اذا عايزيني ابدا بالعلاج انا تحت امركم، ما عنديش مانع. شوف المطلوب ايه واعمله يا دكتور صلاح. بعد ما شفت رحله ربع زاد ايماني ويقيني بالبحث بتاع بنات الشوارع. انت بتعمل ايه عندك؟ حروقك يا عسل، هخليك تروق على الاخر. ايوه حبيبي، ايوه بدعت، خد يا حبيبتي خد اشرب. زيحي زيحي، طعمها مر قوي. زيحي العيا مر. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ بس انا شايفك مش واحد اتنين. انا عشرة حبيبتي. اشرب من 29 و30. اشربي. بس انت طلعت النمره. النمره؟ وانت طلعتي جامده قوي، ده انت طلعتي شركه بحاله. يا مالهم تفاحه كده. تعمل ايه؟ لا ولا حاجه حبيبتي، خدي 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 اشربي اشربي اشربي، ده هتصحيني للصبح. تعبت بقى كفايه. لا عشان خاطري، عشان خاطري. عارف يا سي مريم؟ ايوه. النقط اللي لمناها ما تلمتش في فرح من افراح العزة. وانت شويه بدعنا. اشربي اشربي اشربي. كفايه بقى تعبت. تعبتي؟ طب استني ايه؟ رقصني، عايزه ارقص. نعم. لا انا حلمت ليلة دخلتي من بره. وانا كنت معاكي في الحلم. يا عم انا ايش عرفني انت ولا مين؟ سقف بقى ورقصني.
انا فعلا لقيتك متصل بيا كتير، بس كنت في فرح اختي وكنت سايبه المحمول هنا. طب بذمتك بقى ده اتفقنا برضو؟ انا مديك الموبايل علشان خاطر تكلميني واكلمك كل شويه، تقومي ترميه. يقطعني يا حبيبي، انت زعلت؟ انتي قلتي ايه دلوقتي؟ بقول لك انت زعلت. لا، قبل الكلمه دي قلتي حاجه. قلتي ايه؟ يوه ما تكسفنيش بقى، انا اول مره اقول لك الكلمه ديت وطلعت مني كده من غير ما احس. طب بقول لك ايه، ما تقوليها كده مره كمان عشان خاطر يعني تبقي قلتيها لتاني مره. يلا قولي. يا حبيبي. الله، يا سلام عليك. على دلوقتي حاسس كده اكني طاير بالظبط. وبعدين بقى احنا هنفضل نحب في النوبايلات كده ونسيب المذاكره؟ ايه رايك بقى انك بالكلمه اللي انت قلتيها لي دي اديتيني باور يخليني كده اكل الكتب اكل؟ اديتك ايه؟ لا يا اخويا انا ما اديتكش حاجه. يا حبيبتي اديتيني باور يعني اديتيني قوه، اديتيني طاقه يعني حماس. اه معلش بقى، انت بتحب واحده علامها على قدها. بكره لما نتجوز هبقى اعلمك كل حاجه، مع اني والله بحبك زي ما انت كده. مش هتستعر مني؟ بالعكس بقى، ده انا هفتخر بيكي قدام الدنيا كلها. عارفه ليه؟ لانك انسانه عصبيه. عارفه يعني ايه عصبيه؟ يعني بتشتغل بدراعك ومش عايش عوال على حد، تعتمدي على نفسك وتشتغلي شغل شريف. ها بالذمه بقى يبقى في احسن من كده. طب تعرفي بقى انت عامله زي مين بالظبط؟ زي مين؟ زي غاده الكاميليا. وتطلع مين ست غادة دي؟ انت تعرف واحدة عليا اسمها غادة؟ طيب خليها تنفعك، انا بقى مش هكلمها. يا حبيبة قلبي ما تفهميش غلط، غادة الكاميليا دي ماتت من يجي 500 سنة تقريبا. وماله، انا زي الفريق ما احب الشريك حتى لو كانت ميتة. طيب يا ستي خليني بس اعرفك هي مين تطلع غادة الكاميليا دي. بقى يا ستي واحدة عملوا عنها حكايات وروايات وعملوا عنها افلام كمان، كانت عايشة كده في مجتمع عشوائي زي اللي انت عايشة فيه بالظبط، وكانت بتحب رجاله كتير قوي، ونهايتها كانت سودة ومنيله بستين نيله. الله، ده انت تعرفيها بقى؟ ايوه، وقريت الروايه بتاعتها. يا بنت الايه، وانت عماله تثبتي فيا وعامله نفسك جهله؟ ده انت طلعتي قروبه. امال مش انت لوحدك اللي بتقرا يا هندسه؟ كل يوم بعد ما اخلص بيع الفل اروح لعم مرعي بتاع المجلات والجرايد، اخد منه الكتب والمجلات اقراها وارجعها له الصبح واديله ربع جنيه. يا على جمالك يا شروق. حرام عليك. ليه؟ عشان بتطلعني لسابع سما وتشعلقني في النجوم وتخوفني من كلامك ومن احلامي معاك. بكره الايام تثبت لك ان كل احلامنا هتبقى حقيقه. على فكره انا امتحاني بعد بكره، يا ريت بقى نتقابل بكره عشان يعني كده عايز اموم تانك المشاعر بتاعي عشان اقدر احل كويس في الامتحان. ماشي، انت تيجي تمون في اي وقت، المحطة مفتوحة لك انت لوحدك، وتمون ببلاش كمان. قشط عليك يا باشا. قشطة بالهريسة يا هندسة. يلا بقى روح زيك. حاضر يا ستي. تصبح على خير. انت من اهل خير يا حبيبتي. خدت الترنطه اللي فيها النقطه وفلتها. ايوه يا اخويا، وسرق دهب، سرق حاجتي
حياتي كلها ما شفتوش يا اخويا والنبي ما شفتوش. انا اللي بدور عليه قاعد طول الليل عمال احلم بالفلوس بتاعتي. قال لي هديك 5% وصمت النقطه فيها 20,000 جنيه. نسبتي 1000 جنيه عيب. امال انا اعمل ايه؟ سرق صيغتي كلها، صيغتي كلها والفلوس السايله يا اخويا. ابوكي فين يا بنت الثمن؟ اوعي يا بنت عشان افتش الدار بنفسي. وانا معاكي. عندك يا غجريه منك لو اللي هيعذب جوه الدار هقطع له رجل واحتمال لسان. انا يا اختي ابويا ما شفتوش من ليله امبارح. ليلتك يا عروسه الغبر انت لحقتي تطفشيه؟ روحي يا اختي شوفي في عيني داهيه واعملي فيه ما بدالك. احنا رمينا طوبته اتبرينا منه من ساعه ما كتب عليك. وانا عايز ضلال يا حبيبتي انكم مش موافقين معاه ومتفقين عليا عشان يرجع لكم بالعتمه. ما انتوا ضربين شوارع ورصيفه وتاكلوا مال اليتيم. بت هو يا بنت عشان فتش الدار بنفسي اللي روح فيك اعدام. اللي هيعذب جوه الدار هقطع له رجل. والله طب وريني بقى يا اختي هتقطع رجلي ازاي؟ ادهم انت ايه اللي جابك السعاده؟ حازم يا شروق. ادهم انت ايه بس اللي جابك السعاده؟ مش احنا اتفقنا ان احنا نتقابل النهارده؟ شروق وحضرة الجدع ده مين؟ ده الباش مهندس ادهم ياما اخو امل صاحبتي. امل عفت اللي كانت معايا في المدرسه فاكراها؟ ايوه بنت الست امينه دي ست كمل ومحترمه. معلش يا ابني اللي حصل ده حقك عليا انا على راسي من فوق. لا خليك يا طنط. ايدي تقلت؟ لا 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 خالص انت براحتك على الاخر. ده انا ناوي اتبضح كل يوم عشان خاطر تعالجيلي بيتك. ان شاء الله اللي يكرهك. جرى ايه يام؟ يوه فين كرم الضيافه بتاعك؟ الناس تقول علينا ايه؟ بخله؟ اعملي له شاي. جيب لك عصير مستورد يا هندسه. كتر خيرك متشكر قوي. هو اسم الكريم ايه ان شاء الله؟ شوقي. مش مهندس شوقي؟ ها زول زيك. اهلا وسهلا. طيب اروح اعمل لك الشاي بايدي. بس استني انا عايزه بقى ايه شاي مغلي بالنعناع كده زي لما. حاضر حاضر بالنعناع من عينيا الاثنين. طيب. تعالي يما عايزاكي. اهلا وسهلا. انا معرفتش حضرتك بقى زمل في ايه بالظبط؟ في كل حاجه. مهندس عمومي يعني ادرس السبوبه من دول وارستقها ولا اجدعها مهندس معماري. ولو مش محتاجه هندسه وفهلوه تبقى مرمه. ايوه انا فاهم بس انا اقصد اسال حضرتك يعني ايه التخصص بتاعك؟ ما قلت لك يا جدع في كل حاجه. طيب حضرتك ايه العباره يا بنت السمري؟ الجدع ده جاي لك ليه؟ مدام قلت يا بنت السمري تبقي مقيار. احنا لسه امبارح كنا بنتكلم في ايه؟ في ان احنا ما حلتناش غير شرفنا وسمعتنا ومره واحده كده ابص الاقي جدع جاي لك الدار. ياما قلت لك اخو صاحبتي يو بيت. شفتي العصافير اللي انا دقاها يا بيت؟ اخو صاحبتك منين؟ بتسرحوا مع بعض بالفل؟ جريج البيت ما ترد علي. ايه اللي جاب الجدع ده هنا؟ ياما وطي صوتك جاي في شغل. شغل ايه بقى يا نينا نور عين امك؟ وانت لازم تقعدي على الخبر يا بنت. انت عارفه انا مش عايزه حد يتكلم عليكي ربع كلمه. ده مين دوت اللي يتكلم عليا ربع كلمه؟ ده انا بوك مع ميا. هو جاي ياخد كتب. اصل انا بقيت اشتغل دلوقتي في الكتب ياما. عم مرعى الله يكرمه بقى يديني كتب ومجلات بالمقطوعين. وهو لما عرف ان عندي يعني كتب من اللي بيحتاجها في الهندسه سال عليا في الفرشه. ولما اتاخرت جه وسال عليا. قعدتي على الخبر؟ طب يلا يا اختي واديله الشاي واديله الواجب بتاعه وخليه يتكل على الله. خلينا نشوف النصايب اللي بعتها لنا ابوكي على الصبح. ما هو قاعد في وسطينا جايب لنا مصايب، بعيد عننا برضه جايب لنا مصايب. بس مش غريبه عبلته ديت برضه ياما؟ منين كان قاعد مبسوط ومزقطط جنبها امبارح في الكوشه ومنين النهارده سرقها وطفش؟ طب يقولوا ساب الحسبه كلها. يا بنت وانت اول مره تعرف ابوكي؟ ما هو سكته على طول عوجه ومشيه اخبر ونهايته هتبقى سودة سودة سودة. ما احنا اللي في الاخر بنتوحل نتوحل نتوحل. هاتي الشاي يلا. اتفضلي. بت ياخد وجبه قوام قوام ويتكل على الله عشان تروحي تطمني على اختك يوم الصباحيه. تسلم ايدك. الشاي حلو قوي. الف هنا وشف. شوقي إيه؟ في ناس بتنده عليك بره. ناس؟ برضو؟ ماشي هطلع اشوفه. سلامة يا هندسة. على السلامة. حصلت يا وحيد.
شروق يلا يا اختي عشان تودي الصباحيه بتاعت اختي. حاضر ياما حالا. قال انتوا في الصباحيه دي بتعملوا ايه بالظبط؟ الا بنعمل ايه دي؟ بنطبخ، بنودي زفر للعرسان 3 ايام. اه معقوله 3 ايام؟ دي حاجه جميله قوي. عقبال بقى صباحيتنا انا وانتي. ما يلا يا شروق، دي مش هتبقى صباحيه، دي هتبقى ظهريه دي البيت. حاضر ياما. اتفضل يا باشمهندس، الكتب اللي كنت عايزها هي بتاعت الهندسه. كتب ايه؟ مش عايز كتب. لا كتب الهندسه اللي كنت بتدور عليها. وده بقى كتاب ايه؟ دي روايه غت الكاميليا، فاكرها؟ ذاكرها كويس بقى، ها، عشان تعرف انك مش لوحدك اللي بتقرا روايات. صدقي بالله انا بموت فيك. طب يلا بقى، عايزه اروح اودي الصباحيه لاختي. طيب ما هي كنت عايزه اقعد شويه. امسكي. فلوس ايه دي؟ تمن الكتب. لا الحساب يجمع، لما تبقى تنجح ابقى اخد منك. ماشي يلا بقى. مع السلامه، وسلم لي على امل، ها، والست امينه. طب قولي في، انا كنت عايز قبل ما امشي بس اسالك على حاجه. قول بقى بسرعه. طيب حكايه الواد اللي اسمه كمال ده اللي انا سمعته انه متقدم لك، انت عرفت منين؟ ما هو انا جاي سمعت كده يعني طرطيش كلام، وبصراحه بقى من ساعه ما عرفت وانا هتجنن وعايز اعرف ايه الموضوع. يهمك يعني تعرف؟ يا شروق ما تهرجيش بقى. امال يعني ما يهمنيش؟ ما تلعبيش باعصابي بقى لو سمحتي. لا انا عايزه العب باعصاب. يلا روح ذاكر يا تلموس. مش رايح ومش هذاكر ومش همشي الا لما اعرف ايه الموضوع، ولعلمك بقى ان شاء الله يا رب اسقط كده لو انت ما قلتليش دلوقتي. بعد الشر عليك، تف من بقك. كوانا ده بقى واحد طلبني من جدي للجواز، وابويا وافق اكمنه يعني مليان، بس اطمن حتى لو كان معاه مال قارون انا مش ممكن اوافق ابدا ولا اكون له في يوم من الايام. عارف ليه؟ عشان بحب جدع زي القمر، واخد قلبي وعقلي، وبالأمارة هيبقى باشمهندس قد الدين. طمنت؟ ربنا يطمن قلبك. بس بقولك ايه، الواد اللي اسمه كمال ده انت مالكيش دعوه بيه خالص، ولا تديله ريقه حلوه ابدا، انت فاهمه ولا لا؟ وده اسمه ايه ده بقى؟ غيره؟ ما تيلا يا شروق يا اختي. يو حاضر ياما حاضر. انا خلاص انا مشيت يا طنط. ابقي ردي على الموبايل. مع الف سلامه. مع السلامه، والقلب ده عيلك. في ايه؟ مش شايفه فلوس يعني معاكي؟ ما اداكيش فلوس الكتب ولا ايه؟ لا ياما اصله كان دافع لي مقدم. طب يلا يا اختي عشان تاخدي الصينيه وتوديها لاختك وترجعي بسرعه تطمنيني. حاضر ياما. بقول لك ايه، ما تيجي معانا؟ معقوله ياما هتقعدي هنا لوحدك؟ ده اوضتها ورانا خطوتين، وتطمني بنفسك، انت اول فرحتك يا ضحى. حاضر، عشان خاطر عيونك يا سابل الستر يا رب، وهطمن بنفسي كمان، هغير هدومي واجي معاك. سامري قوم يا سامري، قوم خليها نضف المطرح، قوم حضرت لك الاكل. صباح الخير يا كراوي. صباح النور. من لبيبه فين يا بنت؟ لبيبه نزلت عندها اشتغاله. اشتغاله؟ اشتغلت ايه؟ هي بتشتغل نشاله ورئيس منصر؟ معرفش، ابقى اسالها. ويلا قوم بقى خليها نضف المطرح. لا ما ينفعش اتحرك بره خطوه واحده، خطر. امال فين بيت الراحه؟ بره، وما تخافش هنا امان، النادورجي واقف بره ما بيعديش النمله. النمله ايه العز ده كله يا بنت؟ كل ده من الذهب المبلول. بقول لك ايه، ما تخوتنيش، انا مش مسموح لي اقول لك اي حاجه. وبعدين بقى يلا اطلع بره، انت تقعد هنا زي الكرسي لحد ما لبيبه ما ترجع، ولما تعوز حاجه ابقى قولها لها. زي الكرسي؟ حاضر حاضر يا معلمه كراويه. شيل ايدك يا بوحه. يا بوحه اصحى اصحى، عريس الغفله كلمت الصباحيه. ايه العروسه خرجتها؟ اصحى ابوحة، اصحى عريس الغفلة. ابوحة اصحى ابوحة. مين اللي خبط كده؟ اصحى ابوحة. مين الرخم اللي جاي السعادي ده؟ طيب طب يلا بتخبط. ايه يا ابو ورق؟
انت مش عارف اني عريس ابو ورقه؟ ابشي دلوقتي انا عايز اروح هناك. اه لمت عليك حيط عريس وليله الصباحيه وسهر العسل، هات حته عسل على حافها. انا وانت اخويا اتنسلنا اتسرقنا. يا جدع في ايه يا جدع؟ اتكلم. حماك العزيز السمري خد الشنطه اللي فيها النقطه وفلس اعمل عزمه. ايه؟ يا واقعه سوده ده حق وانا اللي قاعد عمال اخطط اسد الخروم اللي ورايا من النقطه ازاي؟ قالت يا شوقي اصحى ابوك ضيعنا. صباح الخير. صباحية مباركة يا عريس. صباحية زي وشك. في ايه يا بوحة؟ هو ده وش العسل؟ عسل ايه يا اختي؟ ابوكي خلاص خلاها بصل يا بنت سمري، خلاها زفت. صباحه قشطة يا عريس. مالك مزعبت كده ليه؟ اهلا، قعدت على الخبر ده ولا لسه؟ خبر ايه يا واد يا بوحة؟ تعالي انا يا بت، تعالي ضمنيني. انطقي يا بت يا شوقية، في ايه؟ انطقي يا بت، انطقي لاجيب كرشك. مفيش حاجة يا ابو، كله في السليم. بتكلم يا بوح. انا مش في ده دلوقتي، انا في المصيبه اللي جوزك عملها يا حماتي. فوت يا بنت قدام، فوت. تعال افطر يا بوح، ده امي عامله فطار صباحيه، عامله لك زفر. مش عايز اطفح، انا هروح اجيب ابوكي حتى لو كان في بطن الحوت. اوعي. استنى يا بوح، هتروح بالكالسون؟ ان شاء الله اروح عريان، دي الافات يا جدعان، حقي. تغراتي يا شروق، خلي الجيران تسمع وتعرف ان شرف بنات ضحى من صان. اما ازغرت والعريس هربان بالكالسون؟ اه يا بيت. حاضر هزغرط. شفت السمرة سلومة؟ لا يا عريس، نازل تدور على السمري وانت لابس كلسون. يا راجل البس حاجة اختشي. اللي مخبي السمرة طلعه. انا مش حسيبك يا سمري، مش حسيبك. شفت السمرة عم ظريف؟ انا هشوفه فين بس يا بوحة. إلا بالله، أدي عرسان اليومين دول. يا سمري، أنا كنت جوا اطلعنا يا سمري، أنا مش حسيبك. يا عريس يا صغير، سمري ما عداش عليك يا لوزة؟ ايه ده؟ اللي انت عامله في نفسك ده يا عريس الهانة؟ سيبك من اللي انا عامله في نفسي ورد عليا، السمري ما عداش عليك وساب عندك امانة ليا؟ انت يالا مبلبح حاجة على الصبح؟ امانة ايه اللي هيسيبها معايا حماك؟ النقطة يا لوزة، حق في النقوط، ما هو ده بقى كان اتفقنا من الأول، إننا نعمل الفرح سوا ويديني حق في النقطة. نقطة لما تشيل اللي تاول. خش يا ميلة بختي، البس حاجة استر بيها نفسك. ايه؟ بقى يا واد سايب عروستك في الصباحيه وماشي كده في العزبه صلت ملط تدور على النقطه؟ يا خيبتك في اخوكي يا لوزه. الله يرحمك يا رب. الله يرحمك يا اما، لو كانوا عايشين كانوا طب ووقعوا ساكتين من الحسره على ابنهم. اجري يا روح لمراتك، انا ما صدقت خلصت من همك انت وبنت السمري. يا بنت ركزي، حق في النقود ده هيبشبش القشه. تعالي معايا، تعالي معايا ندور على السمري عشان نقفش. عارفه يا لوزه، احنا لو قفشنا هظبطك وهدخلك معايا شريكه في مشروع مشغل محندق كده، والميه تجري في العالي، وانا بقى كل اللي هعمله هقعد على باب الاتوليه اعدي في البنكنوت اللي داخل ونقب بقى بيت. ده انت اللي عقلك غطس مقبش. بقولك ايه، سيبني خلينا رقع الهدمه اللي عامله زي بختي في الدنيا. ايه ده؟ ايه واد الطوب ده يا واد؟ ما تخافيش، ده العيال بتوع العزبه كانوا بيجروا ورايا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تعالي خديني ياما. ابنك في صباحيته بدل ما بيهنوه بيزقلوه بالطوب. امشي يا واد، امشي من هنا بدل ما يكسروا علينا الدنيا. امشي. روح 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 يا يا واد. ياما ياما، العيال بتزفوا. يا بختك المنيل يا شوقيه، يا بختك المنيل. حين يا شرو ده لطف ضح. يا اختي انا هعمل له ايه؟ ده واحد أبلاتينة راسه لدعت والمكنه خفت، حد يعمل اللي بيعمله ده؟ دهب. ضحكتني يا بنت والنبي اهبل على هولك. اقعدي يا بنت افطري، خساره الاكل اللي عماله اسويه لحد الفجر. كولي، انت محتاجه تتقوي. ياما ماليش نفس اكل، ماليش نفس اكل من غير بوح. شوف البنت ومحناها. عقبال محنك يا اختي يوم ما تتجوزي. هي الواحده مننا ليها ايه غير راجلها؟ والنبي عشان خاطري يا شروق، قومي لياني دماغه بكلمتين. هو انا يا بنت ضحى مش هخلص من همك؟ قبل جوازك ملوداني وفي صباحيتك مدندراني؟ معلش
تخافش بقى يا شروق، ما انت الكبيره والرصيده اللي فيك. اهوجي اهوجي، تعال يا اخويا، تعال استريح، تعال اقعد يا بوحه، كل مع عروستك، مش عاوزه تدوق الزاد من غيرك. وبعدين يا اخويا بوحه هيروح فين؟ ما مسيره هيظهر. بوحه اتهدي واهمد يا اخويا، كفايه انا فضايح. فضايح؟ ما الفضايح حصلت خلاص. بنت شوية انت متحرمة عليها من السعادة لحد ما ابوك يجيب حق في النقود. يلا على داركم. يا لهوي، سمعت ياما؟ سمعت يا شروق؟ يا خسيس يا بوديل واطي. بقول لك ايه يالا، انت بتحرمها عليك يوم الصباحية؟ في ايه؟ الناس تقول علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. اقول لك انت طالقة بنت لحد ما ابوك يجيب فلوسي. يلا على بره. يا لهوي يا نصبتي، كانت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح. يا بنتي يا بنتي شوية، اشوف فيك يوم يا بوح. يا ابن الحرام يا زمري، دي حركه ما بعملهاش غير واد زغابه قراري بصحيح. الواد ضحى بيجي يوم الصباحيه عشان خاطر النوت. تحويشه عمر يا كوانا، ذهبي شردني وطار يا كوانا. بقول لك ايه يا بدعدع، يمكن البطيخه ما طلعتش على السكين، فقال لك اطلع باللب او على الاقل ازعز ماشي. لا 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 لا، هو لقى الارض مطبله قال لك اجرفها واعملها امانتين طول. ايه ده؟ اخسى على مرافقكم انتوا الاثنين، فاشل ده لسانه اتبرع عشان اوافق عليك تحيان العدمان الصدمان ده. يا بس مري كان مرتب الموضوع ده من الاول يا شمر. انا اللي غلطانه، طول عمري طول عمري ما بعملش للرجاله وبهشهم كده زي الدبان، حتى الجوازات اللي قبل منه كانوا زي عجينه الطعميه في ايديا، اقرصهم واقليهم اقرصهم واقليهم. اللي هو دخل عليا بالحنجل والمنجل وطواني بكلامه لحد ما عرف سري وشردني. القصد يا كوانا، انت اللي هتجيب لي حق يا اخويا، صبيانك زي النمل في العزبه والعزب اللي حوالينا، جيبهولي وهاتلي حقي وخد اللي انت عاوزه، بس طفي نار. النص لا، حرام عليك يا كوانا، الضرب في الميه حرام يا اخويا، خليهم 10% حلوين. الربع لا لا لا، انا من اخر عندي اشتغالات كتير ومش فاضي. موافقه بس بشرط. شرط ايه؟ يجيلي مع الحاجه في تقفيصه. تقفيصه ولا سكيبه ما تفرقش، المهم يجيلي راكع تحت رجليا ومتكتف زي حراميه المولد. بسيطه. شمبر. نعمين. نعم نعم يا برنس. نعم. عايزك تقلب لي العزبه والعزب اللي حواليها، شوف لي السمر متكنف في انهي خن، تجيبه لي من دقنه هو وشنطه النقوط والصيغه، مفهوم؟ ماشي ماشي يا عم المطاردات، انا هطلق فرق البحش الجنائي تجوب البراري والكفار لغايه ما تجيبه متقفص. طمني يا بديع، اعتبر الموضوع ده ماضي. لا انا مش هطمن ولا يهدى لي بال غير ما يجيني راكع وقاطع النفس. تعمل ايه عندك يا بنت؟ بقور البتنجان ولا انت مش شايف؟ طب قومي بلا غالب، اعملي لي شاي. بعمل الاكل، انا مش فاضيه. ليه يا بنت الكراويه؟ يا لبيبه تبقى امك وانت بنتها فعلا؟ امي ومش امي. ايه الفزوره دي ولا ايه؟ مش هنخلص بقى النهارده. هي جايبه لي واحد يرازي فيا؟ ما كنت قاعده لوحدي طول النهار من غير صداع. لما تيجي لبيبه بسالها يا لوكلو. لوكلوك اقول لك اجيب لك حاجه تشغل بيها نفسك بدل ما انت قاعد كده. حاجه ايه؟ تقمع لك حبه داميه بدل ما انت قاعد عاطل. انا عاطل يا بنت الافجرانيه؟ غوري غوري، وانت تنيل اشتغل. صباح الخير. انا ما رضيتش اصحيكي اول ما جيت، قلت اسيبك تاخدي راحتك في النوم عشان النوم كويس قوي لحالتك. ايه ده انت مين؟ انا النيرس روعه، بشتغل في مستشفى الدكتور صلاح وجايه اتابع حالتك واديكي الادويه في مواعيدها، وده البرنامج، خدي اقريه لحد ما يحضروا لك الفطار عشان في ادويه بعد كده هتاخديها. انا مش فاهمه حاجه. اوعي كده وسعي مامي.
يا مامي مامي. ايوه ايوه سامي حبيبتي. عامله ايه ماما شيرين؟ عامله ايه؟ مين دي؟ دي اقول لها ايه؟ ما انا قلت خلاص، ودي نوعيه الاكل اللي هتتقدم لها في الوجبات، ولو سمحتي حضروا الفطور لحد ما تاخد شاور دافي. مامي قولي لها تمشي، انا كويسه مش محتاجه دكاتره، وبعدين انت مش عايزاني اتجوز تامر ابن اختك؟ خلاص انا هتجوزه واسافر. انت مش كنتي قاعده معانا امبارح وهو موجود معايا وبيتفق معايا انه هيجيب لي فستان الفرح من كريستين ديور وهيسفني بالعربيه البورش اللي جابها لي هديه؟ مامي ده وراني الخاتم السولتير اللي صممولي سان لوران. يا مامي قولي لها تمشي. سامي حبيبتي اعتبريها صاحبتك صديقتك، انت يعني عايزاهم يودوك المصحه؟ يعني عايزاهم يودوك المصحه وتسيبي ماما؟ انا اروح مصحه ليه؟ ليه عشان انت تعبانه ومحتاجه علاج طويل قوي، وهم مدلعينك ومش عاوزينك تبعدي عنهم، عشان كده نقلنا المصحه هنا. فهمتي بقى يا نسا سهام؟ الله بالراحه عليها شويه، انت جايه هنا تعلميها الادب؟ يا مدام انا عارفه انا بعمل ايه كويس، وهي لازم تفهم كويس ان احنا مش بنتدلع ولا جايين نضيع وقت، ولو عاوزاها تخف لازم تساعدينا. مش برضو عاوزاها تخف؟ طبعا عايزاها تخف، ده انا اللي شفته منها الكام يوم اللي فاتوا طيروا النوم من عيني. وانتي شفتي مين هي يا مامي؟ شفت اقول لها ايه؟ انا هوضح لك كل حاجه يا سهام واحنا بنفطر سوا في الجنينه، تعالي دلوقتي بقى عشان ناخد شاور. يلا يا حبيبتي. انا برحب بمجموعه الباحثين الجدد اللي انضموا لفريق البحث في المركز، هم من اوائل قسم الاجتماع في الجامعات المصريه. انا هجتمع بيكم كل اسبوع كل يوم اربعاء. هجتمع معاكم كل يوم هو الدكتور سامح مأمون اللي هيبقى مشرف على تنفيذ خطة البحث، وبالمناسبة ده ابني والمساعد بتاعي، وواضح انه ما حضرش اول اجتماع لينا. تبلغ تيب المعاد يا سهير؟ ايوه يا دكتور بلغته واتصل قال انا هتأخر شوية. يعني ايه اتأخر؟ اللي مش هيلتزم يعتذر، احنا لسه في اول الشغل. هو وصل اهو يا دكتور. انا اسف بابا، ممكن ادخل؟ بابا دي في البيت. انا هنا الدكتور مأمون رئيس المركز وانت موظف، لو ما كنتش هتلتزم بمواعيد العمل تقدر تعتذر عن الشغل من دلوقتي. معلش انا اسف الحقيقه، اصل انا وانا جاي راكب العربيه فجاه كده العربيه سخنت مني ووقفت. يعني صحيح، اكتب في تقرير المتابعه ان الدكتور سامح مأمون اتاخر في اول اجتماع لينا. معلش يا دكتور انا اسف مره ثانيه، نسيت اعرف حضرتك الانسه رويده ربيع المساعده بتاعتي في القسم بتاعي. اتفضلي. انا مش مصدقه ان انا اخيرا قابلت حضرتك، ده كان حلم عمري والله. انا بجد مش مصدقه ان انا واقفه قدام عالم كبير عبقري زي حضرتك، ده انا ما نمتش من امبارح تحسبا للقاء ده، وقاعده من الصبح مستنيه الدكتور سامح عشان يجيبني هنا. مش قوي كده، اهلا بيك يا دكتور، واضح انك انت بتحب شغلك قوي. جدا جدا يا فندم، وممكن كمان تتفتح لي طاقه القدر لو حضرتك شرفتني بالعمل في المركز هنا عند حضرتك. اتفضلي يا دكتور. على انا بجد مش مصدقه نفسي هقعد جنب حضرتك كمان، ده انا مرتبكه جدا بجد وكل بترعش. انا عايز كتير. انت قلت لي اسمك ايه؟ رويده، رويده ربيع يا فندم. اهلا بيكي. البحث اللي اتوزع عليكم في اول الاجتماع ده تلخيص للنظريه الجديده. انتوا هتبقوا مسؤولين عن تنفيذ الشق العملي اللي هو محور البحث. دلوقتي انتوا هتتفرجوا على صور لبنات الشوارع، واحنا مختارينهم من بيئات عشوائيه. بعد ما تشوفوا الصور دي عايز رايكم وملاحظاتكم. اعرضوا الصور يا سمير. فل يا باشا، صباحك فل سبال، فل عسل، فل يا باشا، فل يا باشا، فل
فل شروط بستها وروق. فل يا باشا. مع فل شروق بستها وروق. فل يا باشا. هاتي فل يا شروق. حاضر يا باشا. هتعوز كام؟ هاتي كل اللي معاك. بكام يا صاحب الخيمه الزرقاء؟ استنى يا باشا اما احسبه. يا بنت السمري ماشيه معاكي بهلبيه سخنه جبنا لينا في حظنا الذكر. اديله يا اختي كل اللي معاكي. ما تحسبيش حاجه يا شروق. 50 جنيه كويس؟ حلو كويس يا باشا زي الفل. اتفضل هات فلوسك يا وش الخير يا عسل. ولا اقول لك 50 كمان اهي. مش عارفه حاسه ان انا شفت الوش السمح دوت قبل كده. شايفه الشنطه دي يا شروق؟ الشنطه دي فيها 100,000 جنيه. هتاخديهم كلهم بس بشرط انك تقولي في جلسه المحكمه انك ما شفتيش كامل الشهير بكابي مع القتيل عوني. ها قلت ايه يا حلو؟ دول 100,000 جنيه. عرفتك يا ابن الرافض. انت نيروز راس امي. صح ما انت واعي اهو. ها ابشر كابي في الحبس يا اخويا. انتوا ايه حكايتكم؟ شويه تهددوني بوصل امانه مضروب وشويه تعرضوا عليا رشوه. ما ترسلكم على حال. بالنسبه لوصل الامانه اعتبريه كانه لم يكن. ايوه يا اخويا لانه اصلا مضروب. ما احنا لو حبينا نخليه مش مضروب هيحصل. ولو نشفت دماغك هتتشردي ودي لعبتنا. ها اروح ابلغه بالموافقه حلوه؟ طب انا اضمنني يعني ان انا بعد ما اوافق واغير شهادتي ان انتوا ما تدونيش السكه وامك في العش ولا طار؟ هنديكي نص الفلوس بعد ما توافق والنص التاني بعد شهادتك في جلسه المحكمه. طب اديني فرصه افكر وهرد عليك. اديني نمرتك انا هتصل بيك. احنا اللي هنكلمك. اطلع يا ابني. طب خد فلوس. انا كنت متوقع كده بس دي جراءة من نيروز انه يظهر واحنا بندور عليه. انا كان نفسي يا باشا اعكشه من قفاه واطبق في زمارة رقبته. لا 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 كويس انك ما عملتيش كده. كان ممكن يأذيكي. بس قولي لي يا شروق انت ازاي يعني ترفضي مبلغ كبير زي ده وانت لو قعدت عمرك كله تبيع فل يعني مش هتلم نصه ولا ربع ولا تمن حتى يا باشا. احنا بتوع الرزق يوم بيوم ولو حبينا نكسر قرش للزمن الظروف هي اللي بتكسرنا والعوزة والحوجة بتحمي رقابينا. بس ما بنزعلش. مش احنا غلابة يا باشا بس الناس اللي عندها فلوس بالملايين وفلل وقصور اغلب مننا بكتير. يا سلام اتفضلي اقعدي. ازاي بقى يا باشا كتر الفلوس بيعلي امال وتخلي صاحبها شايل الهم ليل ونهار شايل طاجن سته عامل عبد القادر وعبد المعين سوا وعمال يحسبها ديت زادت ديت نقصت اشي فوايد واشي صفقات وشايل همه. انما الغلبان هيشيل هم ليه يا باشا؟ نايم على فلس وصحي على قل وعايش بالمثل اللي بيقول مطرح ما ترسي دقلها وضربوا الاعور على عين. شفت بقى يا باشا مش قلت لك ان الفقر دوت هنا والغنى دوت غلب وعكننه؟ صدق بقى لو قلت الكلام بتاعك ده للحكومه هتديك مكافأة. عشان كلام بيخدر يا باشا زي الكل ودواء كحل عيال بياخدوه تحت الكباري. تمام زي ما قلتي مسكن. هو مسكن يا باشا بس كلام مش حقيقي بنقوله لنفسنا عشان ما نفرقعش من الغيظ. الحمد لله على كل شيء. استأذن انا يا باشا. استني انت عرفت هتعملي ايه؟ عرفت يا باشا حفظت الدرس. طيب غطي وشك بقى وانت خارجه عشان اكيد مراقبينك. عيب يا باشا انت ناسي ان ديت اصلا فكرتي. بصراحه هي فكره هايله. يعني ينفع اشتغل معاكم؟ ايه ده مرشده انا موافق. فاشر يا باشا انا ساعد الحكومه انما اشتغل دبوس لا ممكن. طب يا ستي انا مستني في مكتبي تابعيني قوي دوت وكله تحت السيطره. شروق خلي اعصابك جامده. حديد يا باشا صباحك فل عسل. صباح الفل. سلام يا حكومة. سلام. هيا قاتل عملت ايه؟ شكل كده زفت في المادة دي مقبول وبالعافية. انا يا ستي امسك امسك. ايه يا قاتل؟ ايه يا عم الحاج ما قالك فيه غير؟ مين دي؟ مش مصدق. معقولة؟ عرفتني ازاي؟ عرفتك ازاي؟
طب ايه رايك بقى ان انا حاسس بيكي من قبل ما تقربي من باب الجامعه حتى؟ السلام يا بلد الكلام. مش كلام، لعلمك بقى انا كان قلبي عمال يتنطط جوايا، كان عامل زي الطفل الصغير اللي مستني امه بعد غياب طويل. مستني امه؟ قول لي بس المهم عملت ايه في الامتحان؟ زي الفل يا بائعة الفل، الحمد لله عملت كويس قوي. كل العيال طالعين من الامتحان مش طايقين نفسهم، بس انا بقى قفلت من اول ساعه. الحمد لله يا رب يا منت كريم، انا قعدت ادعي لك في صلاه الفجر والله العظيم. صدقت، يبقى انا حليت كويس ببركه دعائك ليا. بس قولي لي يعني انا اول مره اشوفك يعني لابسه كده، انت اتنقبتي ولا ايه؟ لا ده موضوع طويل حابه احكي لك عليه بعدين. خلاص ماشي، المهم بقى دلوقتي يلا بينا اروح اعزمك على الغدا في اي حته بمناسبه ان انا حليت حلو في الامتحان. ماشي؟ لا يا باشمهندس ما اتفقناش على كده، انت تروح دلوقتي على البيت عشان تذاكر، عندك امتحانات واتفقنا على قديم مفيش مقابلات لحد ما تخلص الامتحانات بتاعتك. يا شروق مش قادر اصبر بقى. معلش هانت خلاص، يلا فوتك بعافيه. سلام يا عسل. سلام يا عسل. الله البنت دي شكلها بتحبك خالص. شروق وانا بموت فيها. فين اتفرجتوا يا سهير؟ النماذج اللي اتفرجتوا عليها دي نماذج حقيقيه انتوا بتشوفوها كل يوم في الشارع وفي اشاره المرور، لكن ما اعتقدش ان في حد ارى الوجوه كرائد الباحث. عشان كده انا عايز كل واحد منكم يختار نموذج من النماذج دي ويكتب انطباعاته، ويوم الاربعاء الجاي ان شاء الله هنقعد مع بعض ونختار نموذج او اتنين نطبق عليهم البحث بتاعنا. في حد عنده اقتراحات؟ طب احنا ليه محصورين بالنماذج اللي شفناها على البروجيكتور يا دكتور؟ طب انت عندك اي نماذج تانيه تنفع يعني؟ ردي على سؤال الدكتور سامح. الشوارع مليانه، يعني ممكن نلاقي عينات مختلفه تدينا حريه اكتر في التطبيق. على العموم دي نماذج حقيقيه اختارها فريق بحث، لو عندك نماذج تانيه توسع الدايره مفيش مانع، بس تجيبيها بسرعه. من بكره هاخد الكاميرا وانزل ادور واسجل كمان. اوكي وانا كمان هنزل معاكي. طب يا ست الاجتماع انتهى وهنشوف بعض يوم الاربعاء ان شاء الله، وزي ما قلت لكم كل يوم في ميتنج مع دكتور سامح. اتفضل. على فكرة أنا معجب جدا بحماس زميلتك، أعتقد إن هيبقى لها مستقبل كبير. أنا مش قلت لحضرتك قبل كده؟ دي شهادة أنا أعتز بيها معاليك. معاليك إيه يا رويدة؟ الدكتور مأمومة ما بيحبش الكلام الرسمي قوي ده. ما تكسفهاش أمال. واضح إنها بنت ناس متربية ومتعودة على التعامل البشواتي. فعلا يا بروفيسور، أنا بابي علمني من صغري إن كل إنسان ليه احترامه وتقديره، يعني لكل مقام مقال. سامح هتعلم يا سامح. ها عملت ايه يا كوانا؟ جرايه بديعه، انت واخده عليها حكم نفقه يا اختي. قلت لك بعت الصبيان يدوروا عليه في العزبه وفي العزب اللي حوالينا ولسه خبره ما جاليش. ما سمعني مش سهل زي ما انت فاكر يا كوانا. وانا بقى مش هيغمض لي جفنه لما اطله ايدي. يا بنت اشقى منه واختفى مني وجبته من جحره. بقول لك ايه، حاسه يا اخويا كده اني مش مصدقاك ولا مصدقه كلامك. اكملك كنت طالب بنت شروق للجواز. حسسي على كلامك معايا يا بديعه، انا ما دخلش اموري الشخصيه ابدا في الشغل، انا امي ما اعرفهاش في الشغل. وانت تعرفه اصلا يا منيل، انت هتهيس يلا. في النقطه دي انت معاك حق، بس يا بنت عبيطه عدلت الموضوع مش كده. عدلت الموضوع اللي انا اجيب السمري عندي هنا في الخراب وعلقه من رجله عندي برضه في الخراب، وبنت شروق تشوفه بعينيها واجيب مناخيرها الارض. هو ده عدلت الموضوع. اذا كان كده يتحقق مرادي. خلاص يبقى انت تروحي قهوتك معززه مكرمه لغايه ما انا ببعت لك واقول لك ان السمري جه، تيجي تشوفيه وهو متعلق من رجلي. ماشي سلام. سلام يا بدعده. عجبك القعدة هنا؟ أوي أوي يا لبيبة، ما عدا بقى البت اللي عايزة حش لسانها ده كل شوية تهزق لي. كراوية؟ كراوية دي هتبقى هنجرانية بريمي، ده أنا بس مستنية عليها لما تستوي شوية وآخد أنا معاش وأنزلها السوق. إيه هتسرق ده بالنسبان زيك؟
انا ما بسرقش يا بندري اعور. امال بتعملي ايه يا هنجرانيه؟ ما تنزلي الشارع تقص دهن النسوان. دي مهنه زي اي مهنه. وبعدين انت ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، انت تقعد هنا توفي المده بتاعتك وبعدها تغور. لا قولي لي، هي البت دي بنتك؟ تعتبر بنتي. يعني ايه تعتبر بنتك؟ خلفتيها؟ هو انا كنت اتجوزت من اساسه عشان اخلف؟ انما في عرف الهنجرانيه اي بنت تتولد وامها تتعكش تربيها واحده تانية حتى ولو امها عايشه. والبنت مفضله على الواد لان الواد عواله، والبنت كنز، كل ايديها ما تبقى خفيفه كل سعرها ما يغلى. ده ايه الحال المشقلب ده؟ المهم انا عايز اخد حقي عشان اتكل. لما يؤمر كبرنا. لا وانا لسه هستنى. انا عايز اخد حقي عشان اتمتع بيه. بقول لك ايه، انت لو خرجت من هنا هتتقطع حتت، بديعه مسلطه عليك كواننا وصبيانه بيشمشمه وقلبين عليك المنطقه. انت مش عارف جرائيه يا سمر، انت ناسي ان احنا دافنينه سوا؟ ما احنا عاملين الخطه كلها علشان خاطر تقلش بديعه. ايوه، وانتوا اللي رسمتوا رسمه الجواز وعرفتوني مخبيه الذهب وفلوسها فين، مع انكم كان ممكن تبعتوا اي حد من تبعكم يخلص عليها، ولا من شاف ولا من دري. الا انتوا عايزين تدمروها ليه؟ ده موضوع مش قد راسك، خليك في حالك واللي اقول لك عليه تعمله. شايفه ان المكان هنا امان؟ امال في وسط الناس، وكمان عشان البوليس. يعني انت عارف ان هما ماشيين وراي واحد مخبر. عرفت، ما انت بقيت في حراسه المباحث. طب يا اخويا فين الفلوس؟ شنطه الفلوس اهي، فيها نص المبلغ. وبكره بعد الجلسه وبعد ما تقولي ان انت ما شفتيش كابي مع القتيل، هتلاقي عربيه 28 زيتي مستنياكي قدام المحكمه وفيها بقيه المبلغ. وبكده يبقى حلال على كابي البراءه وحلال عليك الفلوس. طيب انت متاكد يعني ان شهادتي الزور ديت هتحله من على حبل المشنقه؟ المحامي قال كده. وبالنسبه لجرايمه التانيه كلها كام سنه فرض، المهم يبعد عن جنايه قتل عوني. شنطه الفلوس معاكي وما تتحركيش الا لما امشي بعديها بنص ساعه. استنى عندك. رايح فين يا الحاج؟ قول اللي حصل ده متسجل صوته وصوره. خدوه. عملتيها يا بنت الجنيه؟ شرف امي ما هعتاد. يلا هات. هنا راح كان شروق. شروق البنت الفقيره رفضت الرشوه. ايه راح كان شروق؟ الحقيقه بنت توهيه جرايد نشره صوره البنت شروق. ايه ده؟ يبقى اللي انا سمعته صحيح. سمعت ايه يا مسجونه؟ سمعت انها رفضت تاخد 1,000,000 جنيه عشان تغير شهادتها في المحكمه. 1,000,000 جنيه؟ قدروا يطلعوا كام يا اختي؟ ده انا غيرت شهادتي بطبق الكشري. انت جميله. بقول لك ايه يا عم مرعي والنبي، يا اخويا ورينا صوره البنت شروق ورانا الجران. قالوا لي كده، قالوا لي اشتروا الجران. طب ورينا الصوره واستقراه لنا من بعيد. لا اشتروا الجران. والنبي يا عم مرعي ربنا يخليك، نشوف الصوره بس. اهي قمر يا اختي قمر. بص معايا كده يا اموله، مش دي البنت اللي كانت في عيد ميلادك واحنا اتهمناها بسرقه الخاتم الالماس بتاعك؟ يا بابا دي شروق. ورينا ورينا يا بابا. استنى يا اخي استنى، هتقطع الجورنال. يوه على طول ياخد الجورنال بايد كده. شفتي بقى يا ماما كاتبين ايه؟ شروق رفضت رشوه 100,000 جنيه عشان خاطر تغير شهادتها في قضيه القتل. ما هو الراجل اللي قتلوه ده كان رئيس اللجنه الفنيه لمتابعه البواخر، ولما رفض يغير شهادته قتلوه. بس عايزين حقيقه، البنت دي طلعت زي الالماس. شفتوا بقى؟ اظن انا قلت لكم قبل كده ان شروق دي صنف نادر من البني ادمين. خساره انها سابت المدرسه. تصور يا بابا، دي كانت معايا في ابتدائي. امها كانت فراشه، عشان كده نقلتك انت واخوكي من المدرسه. فاكرين ولا ناسين؟ وحضرتك كنت معترضه على صداقتي ليها، بالرغم ان اخلاقها هي زي ما انتم شايفين. واحده غيرها بقى كانت غيرت ذمتها وقبلت الفلوس. على فكره يا ماما، انا عايز اقول لك على حاجه. عمر الفقر ده ما كان عيب ولا وصمه، يعني احنا لو كنا فقراء ده كان عيبنا في حاجه؟ على فكره بقى، اللي زي شروق دي كل شويه تتحط في اختبار الظروف الصعبه، ومع ذلك كل مره تثبت انها اقوى من الظروف. احنا بقى هنحولها ندوه عن شروق ولا ايه؟ انت مش عندك مذاكره؟ ما تقوم ذاكر لك كلمتين، عندك امتحان بكره. قولي صحيح،
انت عملت ايه في الامتحانات اللي قبل كده؟ فل يا باشمهندس الحمد لله، بس المهم حضرتك فاكر وعدك ليا ولا لا؟ اه طبعا فاكر يا سيدي. خلص انت الاول ووظيفتك في الشركه محفوظه. انا خلاص تعبت، عايز حد يشيل المسؤوليه عني. ايوه ما هو ده وعد، بس في وعد تاني حضرتك فاكره ولا لا؟ وعد ايه ده يا عفه؟ ده الوعد تقوله؟ لا ابدا. يا ده انا اتاخرت قوي، اصل عندي لجنه تسليم مباني في مدينه نصر. طب بلاش الشاي بقى النهارده، خليه بكره ان شاء الله. يلا سلام عليكم. باي باي. باي باي. اشوفكم خير ان شاء الله. ان شاء الله. يلا سيد الرئيس، السادة المستشارين، نحن في زمن طغت فيه المادة على البشر حتى تحول بعضهم إلى حيوانات مفترسة أعمت بصيرتها المصالح الشخصية والرغبة الشديدة في جمع المال، فلم يتورع المتهمون الماثلون أمامكم عن ارتكاب أبشع الجرائم تحت رعاية وتوجيه زعيمهم الهارب جنداري فوزي جندال. لقد خططوا ونفذوا جريمة قتل المجني عليه المدعو المهندس عون، لا لشيء إلا لأنه رفض الرضوخ لمخططهم الشيطان ولم يخالف ضميره وشرف وظيفته، فدفع حياته ثمنا لرغباتهم الشرير وسفكوا دمه الطاهر، وذلك بطلق نار من مسدس المدعو نون الأصلع، ثم ألقوا بجثته في النيل من فوق الباخرة، وذلك كما جاء في البحث وتقرير المعمل الجنائي وكما هو مثبت في شهادة شاهدة الإثبات في القضية شروق السمري. لهذا أناشد حضراتكم بألا تأخذكم بهؤلاء المتهمين شفقة ولا رحمة، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إهدار قيم المجتمع وتحويل حياتنا إلى غابة يرعى فيها أمثال هؤلاء. لكل ذلك أطالب حضراتكم بتطبيق المادة 230 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من قتل نفساً مع سبق الإصرار يعاقب بالإعدام، وتسمح لي المحكمة بالاستماع إلى شهيدة الإثبات في القضية. نادي على شهيدة الإثبات. شروق السيد السمري. قرب يا شروق. حاضر. قولي والله العظيم اشهد بالحق. والله العظيم اشهد بالحق. شروق، انت تعرفي المتهمين اللي في القفص قدامك؟ شفتيهم هما خاطفين القتيل في عربيه المتهم الثالث كامي زي ما بيقول تقرير مباحث؟ ايوه يا سعاده البي، انا شفتهم. عليا النعمه ما حسيتك يا شروق، بس لما اخرج لك عليا النعمه ما حتفلتي من ايدي. الله ياخد بيتك يا شروق. والله العظيم يا باشا انا مظلوم، انا بريء يا بيه. اصل انا بصراحه يا باشا اول مره في المحكمه. طب ليه؟ ليه؟ ده انت اعصابك غريب غريبه. اللي يشوفك وهما بيحاولوا يرشوكي ما يشوفكش دلوقتي. مرسي. امرك يا باشا. هات لها ليمون وهات لي قهوه. تحت امرك يا باشا. قبل ما تشرب الحاجه يكونوا خلصوا. هيحكموا عليهم بايه؟ يا بنت دي فيها ترقيه ليا، وشك حلو عليا. موبايلك بيرن. انا نسيت والله يا باشا انه معايا. ممكن بعد اذنك اروح؟ اتفضلي، انا مستنيك في الاوضه دي. الو انت فين يا شروق؟ عمال اكلمك من الصبح وما بترديش عليا. ايوه جوه المحكمه، وقلت شهادتي بس انا
بصراحه مرعوبه قوي، عمري ما دخلت محكمه قبل كده. لا لا يا حبيبتي مرعوبه ده ايه، انت بالعكس المفروض ان انت تكوني فخوره بنفسك. انا كمان فخور بيكي، صورك منوره كل الجرايد. يا اخويا تقولش نجمة سيما احلى من نجوم السينما كمان 100 مره. على الاقل يعني انت جمال رباني، لا فيه ميك اب ولا حركات من دي. على فكره بقى انت النهارده كنت حديث العيله كلها على الفطار. اه والله زي ما بقول لك، وبابا كان فرحان بيكي وبيشكر فيكي قوي عشان خاطر يعني رفضتي الرشو. مش قادر اقول لك انا ازاي كنت في منتهى السعاده. مش وقته الكلام دوت يا هندسه، انت عندك امتحان بكره. ادعي لك؟ حاضر هدعي لك، بس الدعاء بيجيب نتيجه مع المذاكره مش مع الرغي. يلا بقى روح ذاكر شروق. يلا المداوله خلصت. حاضر. بقول لك ايه، انا لازم اسيبك دلوقتي عشان نفقد بالحب. هبقى اطمنك. حاضر ان شاء الله. سلام. بعد الاطلاع على أوراق القضية 75 لسنة 2004 جنايات القاهرة، استقر وجدان المحكمة على حكمها التالي. حكمت المحكمة بتحويل أوراق المتهم الأول جنداري فوزي جنداري ونونو الأصلع وكامل محمود شكر الشهير بكابي لفضيلة المفتي وعلى باقي المتهمين الرابع والخامس بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهما. رفعت الجلسة. يا باشا أنا ما أعرفش حاجة يا باشا، ده جنداري باشا يا باشا. مالك يا شروق؟ ربنا يكرمك يا شروق. انا ما عملتش حاجه يا باشا، ما عملتش حاجه يا باشا. مالك يا شروق؟ ربنا يكرمك يا شروق. براوه عليك يا بنتي يا شروق، من النهارده انت بقيتي البريمو بتاعتنا، ولو حد قربك من اراضيش كواننا انا اللي هتصدر له. ايه ده؟ الله، بصي التلفزيون شكلهم كده هيصوروا معاكي. ممكن اسجل مع حضرتك يا رؤوف بيه مشروع معانا؟ قوي قوي شروق، اتفضلي. وانا مفروض اقول ايه يا باشا؟ اي حاجه تيجي على السالك. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى العدل. يا اخوانا احنا ضحيه العمله السوداء اللي عملها السمري. احنا مجتمعين النهارده علشان نشوف اليات التحرك ضد العدو. السمري عدو مسهل، عدو شرس، عدو جبار. احنا كلنا في الهم شرق لا شرق ولا غرب. بقول لك ايه، ما تلوقليش لسانك وكلمني عربي. انا فهمت استاذ ابو ورقه يقصد ايه. هو يقصد ان احنا الثلاثه كده في هم واحد. نهايته. عرفت مطرحه؟ انا عندي خطه ما تخلش الميه. احنا نقبض على المتهم اللي اسمه السمري دي اولا. تاني حاجه في الخطه نجيب الخبيئه، الشنطه اللي فيها النقود وفيها المجوهرات والفلوس اللي هو استعبطك واستغفلك وسرقهم. الحقني يا اخويا بالخطه دي وقولي عليها. معايا الخطه اهي. بصي امسك معايا، شيل الكوبايات، اعمل اي حاجه، البس علمك، خد خطه من ورقته. امسك معايا. امسك ايه؟ الخطه جوه الورقه يا بوحه. بص انا جايب قلم اهو كمان معايا. انا من الواقع الميداني مش من الورقه لقيت الخطه دي هتكلف حدود 3000 جنيه. طلعيهم. كالتلاتة عفريت لما يركبوك انت وسمري في وقت واحد. انت جاي تهلفط يلا؟ جاي تهلفط ليه بس يا معلمه؟ دي خطه بتخلص الميه. بلاش 3000 جنيه، ادفعي 100 جنيه وشوفي نجاح الخطه. مش هدفع لك. حاضر عيني. ودي عجله، هات الجردل النصبه يالا. لا لا بلاش الجردل بتاع النصبه للخطه تبوس. بلاش اهو يا معلمه. ده انتوا ناس مالكمش في الطيب نصيب. غور كتكنيله غور. يا لبيبه يا لبيبه، التليفون بتاعك رن وانا ترجع عايزك. ايه في ايه؟ ها وحشيته؟ بقول لك ايه، خلي عينيك في قفاك وبلغه اني طالعه الاشتغاله في المسا ليل مش نهار. مع السلامه. يا لبيبه اتكلمي مين خير؟ رجاله كواننا بيدوروا عليك يا معلم وحالفين لا يسلخوك ويعلقوك في الخرابه. لا يسلخوني لا، يبقى مش خارج. اهو كده اهدى لحد الزغابه ما تنام ويزهق. برضو اللي انا عايز اسال فيه، ايه اللي خلاكوا تكلفوني بالمهمه دي عشان تاذوا بديعه؟ ما بلاش كلام في السياسه، تقيل على معدتك. انا معدتي تهدم الزلط. اكلين انت طبيخك وانا هبلعه واستطعمه سكيتي.
اتنين وتلاتة عليكي خمسة يا بنتي عزبتنا يا شروق يا مسيطانة. صورتك طلعت في الجورنال يا بنت المحظوظة. وانتش حشرك يا خويا. جالي اخبارية ان هما مش هيسيبوكي في حالك. وبصراحة خايف عليكي. لا يا حيلة امك، خاف على نفسك. العمر واحد والرب واحد. يعجبني عندك يا بت. يعجبني عندك وراسك اللي عاملة زي حجر الصوان. انت عارفة يا بت، كل يوم بيعدي علينا بتنخششي في قلبي وتعششي في نافوخي. انا ناوي لما نتجوز احط قلبي الاسود على قلبك الميت ونحكم العزبه دي كلها. مش العزبه دي بس، بر النيل تمن. لا حول ولا قوه الا بالله. وده اسمه ايه ده بقى، حلم ولا كابوس؟ ابقى استغطى كويس وانت نايم يا عفريت الخراب. العفريت ما بينامش يا عروسه النيل، العفريت بيخطف وبس. وكله بأوانه يا بنت السامري. بديعة أمها هنجرانية وخرجت عن طعنة واتجوزت فلاح. فلاح من الأرياف؟ لا، أي واحد برانا بنقول عليه فلاح. والمثل عندنا بيقول الججرية ياكلها تمساح ولا تتجوز فلاح. وبعدين؟ طلقوها منه وخطفوها وقعدت تخدم في بيوت الججر لحد ما مات. بديعة كانت صغيرة، خدتها أنا ربيتها لحد ما نزلت تشتغل زي كل بنات الجدر. وبعدين عرفت واحد فلاح زي أمها وهربت معاه على اسكندرية. عاشت معاه لحد ما مات وخدت الفلوس اللي وراه. كبرنا بعت اللي يخطفها، بس هي هربت بالعتمة الكبيرة. عتمة ايه؟ ذهب وفلوس بالهبل، واتجوزت واحد تاني. انتوا قتلتوه وخطبتوها؟ لا، هم قالوا انها سمته بس ما مسكوش عليها حاجه، ورثت منه القهوه وشويه فلوس. انا بعد مده رحت لها وطلبت منها انها تروح تطلب السماح من الكبير، خصوصا بعد ما عرفنا انها داخله على شغلنا. الكبير قال سكه الخطف ما بتنفعش معاها، ودبرنا تدابير دخولك في الخط وانت عارف الباقي. فهمت. يعني انت لما قابلتيني وربطت معايا كان بتدبير الكبير؟ مظبوط كده. لا، فلوسي اخد حقي. انا مش هفية، مش عشان مخبين معاكوا هنا تقوموا تضيعوا عليا اشتغلتي. انت عرفت الاشتغالة؟ من عشر اللوم. احنا حرامية صحيح، بس ما ناكلش حق حد. حقك في الصحارة. صحارتي؟ الكنبة اللي انت قاعد عليها دي فيها صحارة. يعني الفلوس هنا في الكنبة دي؟ بالمليم. بس مش هتقب الا لما كبرنا هو اللي يقول، لحسن تخرج وتلخبط الدنيا. اقوم انا بقى يا كراوية. نعم يا لبيب. خدي بالك من المعلم سامري. ما انا بعلله زلبي، بس انت قولي بس ما يتكلمش معايا. مش معايا؟ اتكلم مع مين يعني؟ الحيطة ارحم منك. انتوا شويه خرفان ومفيش جدع فيكم يستحق النعمه اللي انا معايشكم فيها. ليه كده برنس؟ ليه؟ حته راجل عجوز مقلطم مش عارفين تجيبوا لي متكتف ومش شال مرابعه؟ اسمعنا بس يا برنس، احنا ما خليناش خن ولا مكنه الا ونفضناها نفض. وانت يا شمبر، صبيانك ما دوروش بره العزبه؟ صبياني ما سابوش مكان ممكن يستخبى فيه حتى بيوت الموت على المحرم. يا برنس انا عندي اخباريه. طب ما تنطق يا حلتم. الغجر الهنجرانيه؟ هم اللي ورا الليله من اولها. بديع، ازاي دي فاتت عن بالي؟ ولا اسم كبيرهم ايه؟ اسمه بسر. ورقم محموله كام؟ ما تنطق. مش بقى يا ولاد، خرط عليهم طماطم وخيار من اللي وصى عليه الحكيم لقمان. قال لمين الحكيم لقمان ده ياما؟ خيبك بنت، ما تعرفيش لقمان؟ لا عارفة طبعا، بس بحب اسمع حكاويه. بص يا ستي، لقمان ده كان واحد اساسا لبنت لاش عرفني. انت اللي عارفه كل حاجه اكثر مني. الله ياما تسلم ايديك، شويه مش زي العسل. انا شايفة. ما تاكلي يا شوقي. يا شروق انا بطني اتهرت من النواشف. الحقي ده باين خدت على ظفر ولاد الاكاب. انتي بتقولي فيها
طب دي الست منال عليها شوية صواني من كتاب طبيخ، تمسك الصفحة وترشق الطبخة وتدوق جوزها البيه، يدوق الأكل ويقعد يجاملها وفي الآخر يسيبه كله وأنا الأكل. يا كبد أمك، زي الحكم كده يعني. أنا روح لها تاني من بكر. قولي لي بنتي يا شروق، ما نزلتي صورك في الجرانين؟ ياما ولا بتوع السيمة. أنا لقيت الجورنال عند الواد صبي البقال، قلت له يدهوني مرضيش، قال لي ادفعي تمنه الأول. والنبي يا شروق تبقي هاتي منه عشان نفسي أشوف صورتك في الجورنال. بيت زي حات الصورة عشان نعلقها كده على الحيط ونبروزها. ليه بقى يا أما، كنت سفيرة ولا وزيرة؟ يا شيخة ده كان شكلي عر. لو إن بنتي قمر يا أختي على طول، بس هي الحكومة دلوقتي بتصور بتوع الفل. والنبي يا أما أنت زي العسل، ربنا يخليك بخضار قلبك على طول كده. الحمد لله أنا شبعت. قوم أغسل إيدي بقى. ظهري وجعني. أنا هقوم أسخلك مية. لا يا أما خليك أنت تعبانة. يا بنت خلي عندك شويه حساسه، امك تعبانه، قومي سخني الميه انت. لا ايش يا اختي، مفيش ميه في الدار، نامي بعبل. كملت الصوره كانت عره وحنام بعبل. ها قال لك ايه يا برنس؟ ما رضاش يتكلم معايا وقال لي هات كبيرك شنبه انا رايح مشوار. يجي معاك خليك انت فالح منك ليه؟ فهم يا كوان، دخلت عليك خير. وفي حد زعلك من المنطقه؟ بعد عنك دقايق. على دماغك كبير، الشغل تمام، بس انا ليا مصلحه عند الغرب. وكلمت شيخ الانجانيه وداك السكه. حصل. ولما حصل بتلف ليه؟ ما جتنيش انا الاول ليه؟ انا قلت يعني دي مصلحه صغيره، ومن الاخر يعني انا شايلك الكبيره. انا عندي الكبيره زي الصغيره، ما تعملش كده تاني. تعلمت يا كبير. ديك عنده ايه؟ سمر. قول لي بقى العبارة بالراحة كده وفهمني. الشاي الاخضر يالا. صباح الخير. صباح النور. بسم الله ما شاء الله. ده ايه التغيير المفاجئ الجميل ده؟ عشان كده بقى ما جيتيش الميتنج النهارده الصبح. واللي يشوفك قدام الدكتور مأمون وانت قاعدة تتكلمي قول عليكي مثال للحماس وللشغل. انا فعلا متحمسه جدا، بس كان عندي سكشن ضروري جدا ما عرفتش يعني ازوغ منه. بعد كده هنظم مواعيدي وهلتزم هنا في المركز. المهم قولي انا يوميها عجبتك؟ عجبت الدكتور؟ قال لك ايه عني؟ اكيد بعد ما خرجت جاب سيرتي. قولي قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ طب بس بس بالراحه بالراحه، واحده واحده. دلوقتي انت سالتي كذا سؤال، عايزاني اجاوبك على اي سؤال فيهم؟ لا عايز تجاوب عليه جاوب عليه. قصدك سالتي ايه عن رايي فيكي في اول ميتنج، وسالتي عن راي الدكتور صح؟ صح. جاوب بقى. طبعا انا رايي مش هيهمك في حاجه، لكن راي الدكتور مهم، لانه مدير المركز اللي احنا فيه ده. لا والله رايك برضو هيهمني، مش انت كنت الباكينج ليا؟ طمني. الدكتور قال رايه ساعتها، راجل معجب بيكي جدا، بس انا رايي بقى مش هقوله لك عشان ما تتصدميش يعني. لا انا عايز اعرفه. يعني مش هتزعلي؟ قول بقى. بصراحه انا خفت منك. خفت مني ليه؟ بعبع جواكي؟ بعبع يا رويده، بعبع متسلق عايز يوصل بسرعه الصاروخ لكل حاجه. في ايه؟ انت لو كنت شفت نفسك كنت بتنافق الدكتور مأمون كنت كرهتيها. وبعدين انت انسانه ذكيه وكلك حماس واخده ماجستير قبل كل دفعتك، ايه شغل البهلوانات ده؟ ده انا لو كنت اقدر اعمل اكتر من كده كنت عملت اكتر من كده. ليه؟ افهمك، انت عمال تتكلم عن المثل والذكاء والاجتهاد وانت حاطط ايديك في المايه البارده واتولدت في بقك معلقه ده. ما جربتش تعيش في شقه فيها 7 تنفار، والاب موظف ارشيف مرتبه بيخلص 10 في الشهر. ما جربتش تركب اتوبيس وتبقى محشور زي السردين تروح من شبرا للجامعه وانت مزنوق فيه. ما جربتش تقعد بطقم سنه كامله من غير ما تغيره، وجزمتك لما تتقطع تروح تركب لها كعب وتبقى قاعد مداري رجليك قاعد وسط ناس كلهم لابسين سنيه. ما جربتش لما الست والدتك تجيب لك طبق وقول لك اتعشى بس كل ربعه عشان يكفي اخواتك وتقوم من غير ما تملى بطنك. ما جربتش لما يجيلك عريس يكون طاير من الفرح واول ما يدخل بيتكم يلاقي المجاري طفحه والعفش ما اتغيرش من 40 سنه يهرب بديله. عرفت ليه بقى انا كنت بنافق ابوك؟ لان هو طوق النجاه بالنسبه لي. يا مسفي سهام الحاني عم سليمان، اطلب البي يجي فورا. محدش فيكم هياخد لعبتي، انتوا فاهمين؟ يا مصطفى سهام
تقربي، دي لعبتي انا، بابي هو اللي اشتريها لي. يا رب استر يا رب. أنسة سهام انزلي يا حبيبتي، تعالي. بقول لكم ما حدش فيكم يقربلي. وبعدين انتوا مين؟ انا ما سرقتش حاجه، ناني هي اللي حراميه، هي اللي كانت بتيجي وتسرق كل حاجتي. والله العظيم انا ما سرقت حاجه، انا ما سرقتش حاجه. يا ساتر انت يا صندوق انفتح، ايه ده كله؟ صندوق اسود بعيد عنك. طب انت وصلت ازاي لهيئه تدريس الجامعه الامريكيه؟ قصدك يعني عشان الجامعه دي ما بيدخلهاش غير اولاد الزواج؟ اقول لك يا سيدي، انا اتخرجت من جامعه القاهره بتقدير جيد جدا، وكان المفروض اتعين معيده، بس عشان ماليش ظهر رئيس القسم رشح ابن اخته وعينه كمان، فما كانش قدامي غير ان انا اشتغل في مدارس او مصلحه السجون او اصلاحيه. طبعا قعدت في البيت كذا شهر، ربنا يعلم عدوا عليا ازاي. نظرة أبويا وأمي الغلابة كانت بتموتني. هو إحنا علمناكي وكبرناكي عشان تساعدينا ولا عشان تقعدي في البيت؟ كانوا فعلاً عايزين نشتغل وساعدهم، وبدأوا يدورولي على عريس، ولما زهقت قلت أنا مش هستسلم، نزلت واشتغلت سكرتيرة. طبعاً ما أدراك إيه اللي ممكن يحصل لسكرتيرة شابة زي. دبرت مبلغ ورحت خدت كورس إنجليش، ولما عرفت ان الجامعه فتحت قسم الاجتماع وطالبه معيدين اتقدمت واستعديت بكل قوتي للانترفيو وقبلوني، وكان احلى يوم في عمري. وانت بقى عارف الباقي؟ اه طبعا عارف الباقي. اثبتت كفاءتك وخدت ماجستير وسبقت دفعتك كلها، كانوا مسمينك في القسم بتاعك القطر. كان لازم ابقى القطر عشان ابقى ماشيه على قضبان رسمتها لنفسي، ومش هسمح لاي حد في الدنيا انه يوقفني لحد ما اوصل لنهاية الشوط. عرفت بقى حكايتي يا ابن الزوات؟ ناني كانت جارتنا في جاردن سيتي، كانت فيلتهم لازقه فينا على طول، بس هي كانت بتحب تسرق كل لعبي وكل حاجتي. انا حتى كنت لما كانت بتيجي عندي كنت بخبي كل اللعب بتاعتي، كنت بتغاظ منها قوي وما بحبهاش. كان عندها لعب مش عندك؟ قصدي اغلى من اللي عندك. بالعكس، كانت لعبها عاديه جدا بس كانت حلوه قوي. انا دايما كنت بشوف لعبها وحاجتها احسن من بتاعتي. هي اللي كانت بتخبي لعبها صح؟ صح. وانت اللي كنت بتسرقي لعبها صح؟ صح. ومين اكتشف بقى انك حراميه؟ الهاوس كيبر بتاعتهم، وفي يوم خدتني وحبستني في اوضه ضلمه وواسعه قوي، وانا كنت عايزه اروح التواليت بس هي ما رضيتش، قعدت تضربني وحطتني كمان في رقبتي. خلاص حرمت حرمت حرمت. روعة روعة. مش هسرق تاني خلاص حرام. ايوه يا دكتور. حضرين الحقنة بسرعة. حاضر يا دكتور. خلاص اهدي 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 خلاص. قرب قرب قرب. العب معايا لعبة الحظ، لعبة السيف. اللي معاه قرش يا عيال هيكسب اتنين، واللي معاه جنيه هيكسب اتنين جنيه. ما تلعب. 50 قرش مني يلا على الولد. ايه الواد؟ خد يا ده شاوي، وانا 50 قرش مني برضو على الواد. هات الواد 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 الواد. اوبا الواد اهو، الواد جال انا. الواد الواد خسرت يا معلمين. تلعب دور تاني كمان مره. هات 50 قرش على الولد. العب على الواد، الواد ده هيوديك في داهيه على فكره. العب 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 الواد. اوبا الواد الواد جال انا اهو تاني، هو ما جبتش حاجه من عندي. ها تلعب تاني. طب كمان مره 50 قرش على الواد. تعالى شكلك في سر مع الواد ده يا ابن غيار ده فقر. هوبا هوبا الواد 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 الواد. هوبا كسبت يا عموشه نص جنيه. سقفوا له عيال. يا ابو يا ابو كسبت اهو يا
نص جنيه يا انت حرامي؟ بلا لعبك باتنين جنيه تكسبني 50 قرش بس. يا عم وانا مالي انا يا عم وانا اللي بكسب ولا بخسر دي الكوتشين انا مالي؟ ولا انت بتغش يا ولا عايز فلوسي دلوقتي حالا يا غور يا من هنا بقى افور لك عليك. تفور عين مين يا انت جنان؟ افور عينك وعين امك كمان. بس في ايه؟ انت نصبت نصبة القمار هنا يا ابن السمري؟ قدام بيتنا محدش شريتنا. اجري يالا انجر قدامي جوه. على فين يا شروق؟ مش لما اجيب فلوسنا الاول؟ حاسب ايدك يالا، خد منك كام؟ 2 جنيه. خد ادي الاثنين زفت وما تلعبش قمار تاني. وانا خد مني 5 جنيه في السنيون. طلع يا ولد الفلوس اللي معاك، طلع. اصبري طلعهم اهم. خدي نفسي خلاص شمعت الفتله. خد يالا خد يا ربنا يهدك يا ابن امي وابويا. اتفضل يا دكتور سامي. معلش يا دكتور انا اسف اتاخرت عليك، عندي شويه شغل كده بس. ها اخبار جلسات العلاج ايه؟ هايله. انا حطيت ايدي على اول الخيط. قولي مين نانا؟ نانا؟ ده الحقيقة مش عارف مين. لا ده مش تربيت مع سهام؟ اه طبعا تربيت معاه بس برضه على فترات متباعدة. يعني انا اصلي كنت بقعد مع والدي اكتر في الفترة اللي كان منفصل فيها عن والدتي. اه افتكرت، يمكن قصد حضرتك ناني. ناني دي كانت جارتنا فعلا. اه وكانت اختك سهام دايما بتتخانق معاها مش كده؟ مظبوط، بس برضه هما كانوا صحاب قوي. انا فاكر كمان كانت سهام ما بتقدرش تستغنى عنها ابدا، وكانت دايما سهام بتسرق منها اللعب بتاعتها حاجه كده يعني، وتتهمها ان هي الحراميه تقريبا على ما افتكر يعني. بس احنا كنا بنقول لعب عيال. دي كانت اول بذره في مرضها، تعدد الشخصيات. تزاحمت في عقلها الباطن ومع مرور السنين تحولت الى ميكانيزم دفاعي يظهر لما تتاذى بحالتها، لدرجة انها كرهت نفسها او كرهت الشخصية اللي هي كانت بتظهر لنا بيها. وفي الطفولة كانت معجبة جدا بشخصية ناني، ولما راحت ظهرت شخصية ادار. على اي حال انا اديتها حقنة مهدئة، هتروح تنام وهشوفها بعد بكرة. المساعدة بتاعتي هتفضل معاها لانها دونت لي في الايام اللي فاتت شوية ملاحظات مهمة جدا وهتفيدنا. انت ايه اللي جابك الساعات؟ ايه انت شفتي عفريت؟ اصلك انت وحشتيني قوي، وبعدين كمان انا عايزك في موضوع ضروري. يلا بقى تعالي معايا يلا بسرعه. انت كمان وحشتيني قوي، بس ليه ما اتكلمتش في المحمول قبل ما تيجي لحد هنا وتدب المشوار؟ اسكتي، الموبايل اتسرق مني في الامتحان. بقول لك يا شروق، اخوك ضحك عليا وخد مني 5 جنيه في السنيوره، وانا بصراحه بقى كده عاوزه رجعي لي فلوس يا شروق زي ما رجعتي لي عيال فلوسها. بقولك ايه يا ده وقته، روح خد حقك من. طيب هي كده شروق؟ طب وحيات امي اللي اجيب لك كرش بالمطوه دي؟ لا 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 وعيدك يا جدع. جدع اسمع بس، ايه ده حضرتك كده في ايه؟ كل ده عشان 5 جنيه يا راجل؟ يا راجل طب تعمل ايه؟ تاخد ال 5 جنيه اتفضل اهي. لا انا عايز ال 5 جنيه بقى دي من شروق. اه لا بتفهم في الاصول قوي يالا، خد ادي ال 5 جنيه وهوينا بقى. ماشي يا شروق. ايه ده؟ مش عارفه اودي وشي منك فين. طب بقول لك ايه، اسبقني على عشة جدي وانا هحصلك. طيب ماشي بس ما تاخريش. سلام. احلى شاي لاحلى هندزه. تشكر يا جدي. شكرا. بقول لك ايه يا شباب، هو الباشمهندس هيبني عمارة هنا ولا ايه؟ أصل رجله خدت على المطرح وكل شوية يجي. هو حضرتك بتتكلم مظبوط، بس أنا الحقيقة يعني من ناحية البنا جاي يبني، بس مش جاي يبني عمارة. أمال ايه، هتبني مركب؟ بصراحة بقى لا دي ولا دي، لا عمارة ولا مركب، أنا جاي يبني حاجة أهم. بصراحة كده أنا جاي يبني مستقبلي مشروع. اللي أنت بتقوله ده؟ أيوة يا ستي، انا عايز بكره تيجي عندنا البيت علشان نفتح بابا وماما في موضوع الجواز. يا خبر السعد، هو ده العريس اللي انا حلمت لك بيه يا شروق؟ بس استنى، هي العروسه اللي بتروح للعريس ولا العريس اللي بيروح يخطب العروسه من اهلها؟
انتوا قلبتوا الرتينه ولا ايه في زمانكم المقلوب ده؟ لا لا ابدا يا انكل، وحضرتك طبعا عندك حق، بس بتهيألي مش فاهمين. بص حضرتك، احنا هنروح على البيت عندنا وبعدين هننزل كلنا سوا ونيجي على بيت شروق ونطلبها رسمي، ولا انت ايه رايك يا شروق؟ بصراحه كده يا هندزه جدي عنده حق، المفروض اهلك يجوا يطلبوني رسمي من امي وابويا وجدي. بصراحه كده بابا طلب مني انه يقعد يتكلم معاك شويه، هو اشترط عليا كده. وبعدين يعني بابا انسان طيب وجميل جدا، وصدقيني مفيش اي مشكله هتحصل لما تجيلنا. وعايز يشوفني ليه؟ ما هو شافني قبل كده، هيعمل لي كشف هيئه. يا ستي ولا كشف هيئه ولا حاجه، انا مش فاهم انت متصوره ان ممكن اي حد يضايقك هناك؟ ماشي يا هندسه، انا قدها وقتها هاجي معاك، بس انت وعدتني ننزل من هناك نيجي على بيتنا تطلبني من اهلي. وعد وعد، وانا هطلع الحته الزفره اللي انا عينها من 20 سنه عشان احضر بيها فرحك يا بنتي. الف مبروك، انت تستاهلي احسن راجل في الدنيا. وانا مش هلاقي احسن من ادهم. يا دينك فيكوا شر الجايين. حلو الجو ده يا شتا، عش غرام ده ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ اتعب بس ايدك امشي دلوقتي، امشي. امشي ايه بس يا شنو؟ مش لما اعرف الراجل ده جه هنا ليه؟ ما تقلقش مفيش حاجه، اتكل على الله انت، واحنا على ميعادنا بكره. مع السلامه. يلا يا ابني يلا، مع السلامه. انت اجي ازوركوا امتى يا عروسه؟ لما تشوف حلمه ودنك او تشوف سمانه قفاك بالشقلوب. حل عني يا كوانا وخليك في السفنج بتوعك. ما هو انا ناوي اتوب على السفنج ده، وهتوب على ايدك انت يا جميل. لا يا اخويا، توب بعيد عني. خدتك بعافيه يا جدي، على ميعادنا بكره. سلام. مع السلامه. ايه رايك بقى لو انا ازوركوا بكره وهجيب لك هديه معتبر؟ ابوكي في الشوال، او على الاقل حد يحط ايده في ايدي عشان نقرا الفاتحه. اللي ما قلتليش مين الواد اللي كان معاكي ده؟ انت مالك؟ ايش حشره؟ زميلي. زميلك فين يا بيت؟ كليه السمري ولا كليه الشتاء؟ دي حاجه اكبر من فهمك بكتير. طب اعملي حسابك، انا جاي اطلبك بكره واخدك بمزاجك او غصب عني. خليها بمزاجك احسن، لاني بحبك يا شروق. لعلمك بقى انا ما حدش يقدر يجبرني على حاجه، واذا هوبت ناحيه دارنا هكسر لك رجلك. سري رجلي؟ ماشي يا شروق. ولا شمبر؟ عاملين يا برنس؟ هذا المجنى حصل. جوزك عند الباب. يا نهار اسود، عند الحنجرانيه. يا للسودا يا نهار اسود. ايه يا وليه، زي ما يكون عرسك حنش كده. هسخن وانا لي يا اخويا، انا عارفاهم، انا عارفه الحنجرانيه، انا متربيه وسطيهم. لا يكون هم هما ايه؟ ما ترسيني على الدور بدل ما انا عامزه الاطرش في الزف. انت مين اللي قال لك ان هو عند الحنجرانيه؟ رجالتي، انت في بينك وبينهم موال قديم ولا ايه؟ بس ده ماضي والدفى. يبقى الميت صحي. من الاخر يا بديعه، كلمه ملهاش تاني، انت عايزه السمري ولا عايزه فلوس؟ يعني ده سؤال يا كوانا؟ عايزه الفلوس طبعا، السمري ده هطلق، العصمه في ايدي. وانا عايز السمري، وعشان الموضوع ده يخلص احنا محتاجين شويه فلوس. كام يعني؟ 5 اساتك مقاستكين. يا نهار اسود، بقول لك ايه يا اخويا، ادفع انت وبقسمهم من حقي، انا مكسور عليا حساب للبقال. على شرط تقولي لي ايه الطار اللي بينك وبين الغجر. يا عم انت مالك، ده طار قديم، قولي بس انت على فراسك وانا هساعدك. انا حاولت معاهم بالذوق وبعت كبرنا يكلم شيخ الغجر بتاعهم، ما استعبروش وقال له محدش يكلمني في الموال ده خالص. الراجل اللي انا بعته زعل واتخانق قوي. وقال لي ان هو ممكن يخلص الموضوع ده كله، هيبعت رجاله من بره العب بتاعنا خالص يخلصوا، بس هو بيتكلم في 5 بواكي. عارف مكانه؟ الراجل ده ما بيقولش حاجه، ده بينفذ على طول والبوك على راس الميت، وزي ما قلت لك 5 بواكي. طب انا هقول لك على مكانين وانت عسعس وشمش. قولي، وهو نرجع على قديمه ونوفر 5 بواكي. يا مخزن الخرده بتاع الغاجر اللي في السيده عائشه، يا بيت لبيبه. لبيبه اللي جات لك في الفرح؟ هي لبيبه. طبعا اذنك. هتعمل ايه؟ هعمل الصح. بس خد بالك، الهنجرانيه دول رادعين حليب ابليس، قرصتهم والقبر. ما تخافيش،
لو هم راضعين مع ابليس انا ابليس ذاته. سلام يا ديار. سلام يا جوال. سوا بس يا بوح شوقي، ما تستاهلش منك كل ده. قوم يا حبيبي ربنا يهديك، قوم احلق دقنك وروح رد مراتك، يمكن ربنا يعدل حالك الماي. ما انا حالي بال بعد عملة ابوها، وبعدين دي بنت بوز بومه وقدامها فقر. بوز بومه بردك دلوقتي بقت بوز بومه عشان استحملت فقرك وردت تتجوزك في عربخانه؟ ولا انتوا كده يا رجاله اللي تشتريكوا تبيعوها بالرخيص؟ انت هتقسمي عليا وتطلعي على جدتي تعبيل ابو عيالك؟ بقول لك انا مش ناقصك، روح هاتي لقمة فحم. لا يا حبيبي انا مش هصرف عليك، انا ما صدقت انك تتجوز عشان تنزح عن نافوخي واعرف اكل كوم اللحم اللي جوه. احنا هنغني موال ابو زده كتير. اه يا حبيبي هنغني وهنرقص كمان، اعمل حسابك انت لو جيت تقعد هنا هتدفع في مصروف البيت. اقصى عليك يا لوزه، بتعيدين لقمتي؟ ما هو اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، على الاقل عيالي لحم اخضر. الدور والبيع عليك طويل وعريض وزي الشحط، وقاعد جنبي زي النسوان تولول على النقطه اللي خدها حماك. ربنا يهديك يا حبيبي، روح اتاسف لمراتك ورجعها، وما تاخدهاش بذنب ملهاش ايد فيه، ما يعرفش الظلم الا اللي داق مرارته. وبعدين بقول لك ايه، انت نحس، انت نحستاني، امشي من هنا، انا ما بتدخليش زبونه من جمعه. ربنا يهديك. ركزوا معايا، العملية دي عكمة زفرة، لو ما اتعملتش على نظافة كلنا هنتعك فيها، واللي بنيناه في سنين هيضيع في غمضة عين. عشان كده يا رجالة انتوا التلاتة شركاتي فيها. والعملية الزفرة دي تستاهل مخاطرة يعني؟ مظبوط، يعني لا مؤاخذة المصلحة دي هنطلع منها بكام؟ مش فلوس يا الماما، نجيب من الآخر يا برنس. العملية دي لمزاجك انت، عشان خاطر السمري وبيته. مظبوط مظبوط. عند اهلك مانع؟ لا، بس مش عشان حرمه نروح لبق الاسد، دول الغجر واللعب معاهم بفوره. تمام تمام كده يا رجاله، عشان كده اللي خايف يروح، بس اللي هيروح ما يورنيش وشه في الخرابه تاني. انت خايف يا؟ لا بس افتكر ان نبهتك. وانا مش عايز تنبيهك ده، ولا عايزك تحط في عدتك. قوم يلا. انا معاك يا كوانا. قول خطه الهجوم يا كوانا. تمام كده، اسمع يا شمبر، هطلع على السيدة عيشة وش الفجر، وتاخد معاك اتنين تلاتة يكونوا عدالة، لو لقيت السمر هناك ما تهجمش، تبلغني، هكون قريب منك قوي، ماشي؟ ماشي. بلف. أوامرك يا برنس. نفس الحكاية، هطلع على لبيبة، هتلاقي هناك اتنين نضرجية، تتعامل معاهم بالعقل، بالعقل، عايز العملية دي على نظافة، 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 طيروا. طيارة يا برنس. انا خلاص يا اما هرجع الشغل. كلمت الست منال وقالت لي تعالي، بس مش عارفه ليه، يعني مش مستريحه الكلام، لحسن تكون جابت حد تاني يخدمها بدالي. مش اشكال، اهو برضه حمل الخدمه يخف من عليا شويه. ترديش عليا ليه؟ وانا بكلم نفسي. الصابونه يا اللي بره. مش اختك طلبت منك تجيبي لها الصابونه اللي هي شاريها لحمومه؟ طب وما خدتهاش معاها ليه؟ ها؟ وبعدين انت سايباني قاعده اكلم نفسي وهاتي، وانتش سامعاني؟ سايباني قاعده اكل في بعضي، ولا انت هنا خالص وقاعده تفكري في بنتك شروق؟ ياما هو انا مش بنتك برضك ولا ايه؟ بنتي بنتي بس طول عمرك انت واخوكي مشايليني الهم فوق راسي. مطرح ما تدب وتزرعوا بلاوي ومصايب. اعمل ايه؟ اعمل ايه ياما؟ نصيبي كده. او ما اولع في نفسي عشان ترتاحوا؟ انا هولع في نفسي. منك لله يا ابو حزيمه فضحتني وزليتني، منك لله. تعالي يا بنت الجاز غيلي تولعي في نفسك، ده ايه كتكنيله؟ تعالي اقعدي. دونيني ياما. ياما انا نازله نفسي مكسوره وصعبانه عليا. عشان ما عايش ولا كان اللي يكسر نفسي كده ناي. بعدين معاك يا بنت ما تعمليش في نفسك كده، ده انا طول عمري واخدك في حضني وانا ليا غيركم. يا ولا قوه الا بالله. بنت قومي ادي الصابونه لاختك الاول. كده؟
ماشي، انا هو مولع في نفسي. ولعي يا بنت في نفسي، وولعي فيا يا بنت، وولعي في البيت كله يا بنت. سنة انت نايم؟ قوم يا سنة، قوم قوم بسرعه. قوم رجاله كواننا هجموا وضربوا النضرجيه، وعبال ما يجي لنا مدد هيكونوا قتلونا. قوم يلا عشان نحلم. يبقى بديعه تبع بديعه. لا لا انت بتعمل ايه؟ تعالى 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 محرمك الاول. يلا بس قدامي، تعالى زرايح فين؟ تعالى من هنا، خش من اهو. فين يا سمر؟ يا مسدي يا مسدي يا مسدي. الذهب والفلوس بتوع بديعه فين يا لبيبه؟ معرفش معرفش. انطقي اموتوا على رقبتك مش عارف امك اطلع روحك. هنا في الكنبه في الصحراء اللي جوه الكنبه. ايوه. مفيش حاجه. ايه مفيش حاجه؟ الذهب الفلوس يا مسبتي. انت ماديه بديع روشتين. لا انا بقى مش همد الا لما اشوف. افتح الشنطه، افتح الباب. اتفضل يا برنس. السمري بشحمه ولحمه وزفرته. والذهب والفلوس. قلبنا الدار اللي كان فيها، ما لقيناش حاجه. ده انا هاكله بسناني، ده انا هاكله. اصبري يا بديع، اصبري وهتاخدي فرصتك. فكوا شويه. هتخانق. فكوا شويه. قوم يا شيخ. قوم. يا حلاوتك يا سمري. الراجل فيكوا يقول مين اللي رزعني على الارض؟ كنت هتغني كنت هموت. مستعجل على ايه؟ ما انت كده كده ميت ميت. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يا بنت الحضانه الحقوني هتموتني. يا بلادع كفايه كفايه يا بنت، هيجي لك تسمم. شمبر حضري البطاريه وسلك الكهرباء، لان السمر النهارده هينور. لا انا مش عايز انور، انا بحب الضلمه. ضلمه وانت لسه شفت حاجه؟ ده احنا يوتوب بنقول يا هادي. شباكها بالفستان اللبني، اول ما دخل على الحمام اكلها الحمام واتاكل على الله على العجله. وشباكها بالفستان اللبني، اول ما دخل على الاوضه لبسها الموضه واتاكل على الله على العجله. وشباكها بالفستان البامبي، اول ما دخل على الحمام اكلها الحمام واتاكل على الله على العجله.
اوهام. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ اللي بتسموه حب ده يا دكتور دي مجرد مشاعر ساذجه. الحب ده انتحار. يا ساتر يا رب، ايه النظره السوداء دي؟ اللي بيحب عندك يعني بينتحر؟ طبعا، واسوأ انواع الانتحار، لانه بيسم نفسه بالبطيء. الحب عندك سم وانتحار؟ ده سم بيتعطاء العشاق الغلابة. وانت بقى عمرك ما حبيتي قبل كده؟ ليه؟ مجنونة؟ بايع عقلي؟ لا، ممكن تكوني بايع قلبك، انت اصلي بتغلطي نفسك. الحب ده حاجة مهمة جدا، لولا الحب ما كانش بفيه بشرية، ما كانتش اتخلقت ولا كملت اساسا. قصدك التكاثر يعني، دي مجرد غريزة زي الاكل والشرب والنوم، ملهاش اي علاقة بالحب. وبعدين انت مش شايف ان انا بايع قلبي؟ ماشي، انا موافقاك، بس انا شايفة ان ده الطريق الصحيح عشان افضل قوية. وبعدين القلب ده مجرد مدخل الدم، انا شايفة ان المشاعر مصدرها المخ. ايه ده؟ اللي بتقوليه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ده كلام علمي جدا، ناتج عن ابحاث زي اللي بنعملها هنا بالظبط. لا لا لا، ده ناتج عن تجربة عاطفية فاشلة حضرتك عديتي بيها وخلاص، لا عارفة تحبي ولا عارفة تتحبي. جهاز الاستقبال والارسال عندك انتهى، توقف عن العمل. برضو مش هتقدر تقنعني، مش انت مؤمن بالحب؟ خليك انكوي بنار. خلينا نشوف شغلنا بقى. ممكن اشوف الصور اللي انت صورتها النهارده؟ صور ايه وبتاع ايه بس؟ ريتني ما اتكلمت معاك في اي حاجه، يا ريتني ما كلمتك اساسا. مش قلت لك يا ابني هتتصدم؟ انا فعلا اتصدمت، كنت بشوفك ماشيه قدامي كده من بعيد، بقول البنت دي اكيد كلها رومانسيه وحب ومشاعر. اتصدمت فيك. انت عارفه انت عامله زي ايه؟ زي ايه؟ عامله زي القمر، القمر المنور في السماء بيبقى شكله حلو قوي، لكن لو طلعنا ووقفنا عليه بنلاقيه ضلمه وحجاره، بس القمر بياخد نوره من الشمس. انت بقى رافضه تاخدي نورك من اي حد حواليكي. اصل انا مش محتاجه اي حد ينور، انا منوره لوحدي. يا بنتي الجوازه تمت وخلاص، مفيش داعي نتكلم في اللي فات. انت تاخدي جوزك وتقعدي تتكلمي معاه بالهداوه، والواد والنبي طيب وابن حلال، بس ابوك يعلقه في الحبال الدايبه، يعني القص من عندكم. وانا مالي ومال ابويا بقى؟ ده انا ما صدقت طلعت من دارنا عشان ابقى في حما جوزي العاقل اللي هيستتني ويبطلني خدمه البيوت ومرمطتها، يقوم يهك ويسيبني ويخلي سيرتي على لسنت اللي يسوى واللي ما يسواش. وهو راح فين بسلامته؟ والله ما انا عارفه، هو مشي من شويه، اصله كان عايز فلوس وانا ما رضيتش اديله فلوس. يبقى راح للكيف. الله يقطع الكيف وسنين الكيف. خلاص انا غلطانه من الاول ان انا جيت اكلمه، بس خلاص بقى من بكره هنزل اشتغل وخليه طول كده طرطوفه من شعري. لا صحيح الحاجه نيني نيني تقول لي الخايبه تعالي اشتريني. وبعدين يا سمري، مش هتقول مخبي الحاجه فين؟ لهم الكوز ده بديع، انا جوزك وانت مراتي، قولوا لهم يبعدوا عني، قولوا لهم انا وجوزي هنصطفل مع بعض. ده الجنازة لما يشبعوا فيها لاط. ده انا هفرق عليك فطير رحمة ونور في تراب الغفير. انا تغدر بيا يا عرة؟ ده انا مدومة من عينتك قرطة يا معفن. كوانا بيه خدوا عندك لحد ما ير ويطلع الحاجة، وبعدين ابقى هاته على سركي عشان اوريه اللي عمره ما شاف في كابوس. حلاوتك يا بدعدع. شمبر بلف قرروه. انت يا شمري الحاجه فين؟ حياه وشك السمح ده معروف كده. طيب ماشي، نجيب الكهرباء تاني. لا كهرباء، لا كهرباء، لا خلاص انا حكي لهم. تعرف ان انا ما نمتش من امبارح؟ كده تتعب. احلى تعب في الدنيا كلها. على فكره انا خلاص اتفقت مع بابا ان شاء الله اننا نكتب الكتاب ونبدا على طول في توضيب الشقه بتاعتي. اصل بابا كان حاجز لي شقه كده في عماره تحت التشطيب هو اللي بنيها. ان شاء الله اول ما النتيجه تبان نعمل احلى زفه، احلى عروسه في الدنيا. عشان كده انا اصريت ان انا اجي بدري شويه عشان خاطر اوريك الشقه، وبعدين نروح نتغدى ونروح على ميعاد بابا بعد كده. مش مصدق اللي بسمعه ده يا ادم. معقوله شقه وكتب كتاب في يوم واحد؟ تعالي يا
سيدي الشباب. ان شاء الله يعني كده شهر بكتير نكون مش هطبنا على زوري انا وانتي. قولي لي بقى، تحبي الحيطان بتاعت الصاله يبقى لونها ايه؟ مش عارفه، بس متهيألي تبقى لون ميه النيل اللي اتولدت عليه. ماشي. طب والبلكونه دي؟ لا ديت بقى انت تختار لون، عشان انت اول ما تخش من الباب كل يوم هاخدك من ايديك واوصلك لحد البلكونه. وقلعت الجزم والشنطه واحط رجليك في ميه موارد ومستيك وادلكهم. يو انت بتصور فيا كده ليه؟ انا بصور الكلام اللي انت بتقوليه عشان خاطر ان شاء الله يعني كده بعد الجواز ما تبقيش تنكري الكلام ده. انا بقى ناوي ان شاء الله اختار كده اوضه صغيره من البيت واعملها جيم صغير. دي اللي هتبقى يعني هتعملي فيها المساج. انا بحب المساج جدا على فكره. من عيني ده انا احسن واحده تعمل قماش حادق وحلو. حادق وحلو؟ يا حبيبتي ما اسموش قماش، اسمه مساج. انا عمري ما سمعت عن مساج بيتاك بصراحه يعني. لا بقى بيتاك واسمه قماش. وقماش يعني فتيه. اه طيب معلش حقك عليا، انا اسف انا غلطان. على العموم يعني هو كله في الاخر لت وعدني. الكوريدور اللي هناك ده في اخره هتبقى اوضه النوم. تحبي بقى اوضه النوم يبقى لونها وردي ولا روز؟ شوف بقى ما تكسفنيش اي حاجه اللي انت عاوزه. الله عليك، بحب قوي ضحكه الخجل والكسوف والنظرة اللي بتديك اللي كلها قناعة دي. تعالي تعالي يلا اوريك. طب وبعدين يا كوانا؟ الحكاية دي محتاجة تخطيط جديد، بس كويس احنا عرفنا الحاجة فين. وانا من ناحيتي هضمن لك حقي. ازاي؟ شمبر طيارة تجيب لي ايصالات امانة وتكون جاهزة بسرعة. ماشي ماشي ماشي. قلتيلي بقى انت ليكي كام؟ 50,000 صيغة، ده غير النقوط والفلوس. كويس قوي، يبقى السمري بقى هيمضي لنا على 3 وصلات امانه كل ايصال ب 50,000 جنيه، وهيمضي وهيبصب على زيهم ليا انا. لا يا حبيبي مش عندي على ايصالات، انا مش ناقص سجن وبرش. والكهرباء حمدي هات القلق. يا بنتي ما شفتهاش النهارده، حتى جهزت لها المجلات وما جاتش تاخدها. طب متشكره قوي. العفو. بتسال على اللي ما تتسمى صاحبتك. انا ملاحظه اللي بيسالوا عن شروق اليومين دول بقى ناس هاي لايف قوي. هي ما جاتش ليه النهارده؟ اقطع دراعي ان البت دي بتشتغل في الممنوع، والمزه اللي جايه دي بتسال على بدر. اسالينا عن ولاد الزواج ورواد النوادي. بقولك ايه يا شابه، انت عايزه شروق؟ اه ما تعرفيش هي فين؟ روحي لها على العزبة، هي ما جاتش شغل النهارده. طب ودي بيروحوا لها ازاي؟ انت معاكي عربيه ولا الحقيني اتسرقت. وبعدين بقى عيب الحاجات دي يا ستي، دي ماسكه ايد، ماسكه ايد بريئه يعني. حتى لو كانت بريئه الشيطان بيدخل بين الايدين ويطلع يلعب في الراس. يا سلام، حتى في ماسكه الايد. ايوه حتى في ماسكه الايد. بعد ما تكتب الكتاب ابقى امسك ايدي براحتك. ولعلمك بقى مفيش رجاله مسكوا ايديا غير 2 وبس. نعم يا اختي، 2 وبس؟ بقى يطلعوا مين دول بقى ان شاء الله؟ ابويا وجدي، وعشان الحلفان الدكتور اللي طعمني في دراعي. يلا بقى انا جعانه. طيب يا حبيبتي وماله؟ الاكل يجهز حالا. حالا ازاي بقى ان شاء الله؟ تعالى اما اوريكي. ده بقى هيبقى مطبخ امريكاني، احنا هنفتحه على الصاله. ليه امريكاني؟ ماله المصري يعني؟ يو ممبار، محشي، كوارع، حاجات كده اللي ترم البدن. الله عليك. اه حبيبتي ليه لي بقى مبسوطه؟ الا مبسوطه، مش مصدقه نفسي، هموت من الفرح، مش مصدقه ان دي هتبقى شقتنا. لا يا حبيبتي صدقي، مين السخيفه اللي بتبتسم دي؟ امل. الو. اي يا امل مالك بس، في ايه؟ ايه الشنطه كان فيها كل الكارنيهات والبطاقه ورخصه العربيه والسواقه، وكان فيها سيديهات مهمه قوي بقالي شهرين بجمع الداتا بتاعتها. طب والشنطه كان فيها فلوس؟ ايوه كان فيها 1000 جنيه واخدها من ماما الصبح، بس مش ده المهم، المهم الحاجات التانيه. معلش يا اختي ما تقلقيش نفسك، دقيقه واحده. بنت مزغون شروق، ما تظنيش حد فينا اللي عملها، العم ما طلعتش براكو. قلت لها متفقه معاه، اقطع دراع ان الواد اخوكي ده هو اللي بينفذ خطتك. اخو
اخويا ايه وخطته يا مهبوش؟ انت انا مش فاهمه حاجه. شروق اخوك شوي هو اللي سرق شنطه البت دي وكان معاه الواد بورس. يا لهوي بت يا تلموذة، الواد اخو البت شروق دي هو اللي سرق شنطتك وتلاقيها هي اللي مظبطاها. ايه ده؟ ايه التخاريف اللي انت بتقوليها دي؟ ليه كده بس يا ابن امي وابوي؟ امل انا مش عارفه اقول لك ايه، روحي انت دلوقتي وانا هتصرف. خدها يا ادهم وروحه، وانا مش هيهدى لي بال غير لما ارجع لكم حاجته. بس انا بقى ما اقدرش اروح من غير الشنطه. طيب في كافيتيريا هنا على النيل، روحوا استنوني هناك وانا هحصل. طيب انا هاجي معاكي. ها لا خليك انت تيجي معايا. فين انت؟ ما تعرفش سكه ولاد الشوارع. تعالي معايا منزلي. معاكي يا اختي في اي مهمه صعبه. يلا حراميه تلاقيها راح تقسم السريع مع اخوها. لا ده انت صعبه قوي. يلا يا امل يلا بينا نروح نستنى نشوف اي حته. يلا كل دي حاجات مالهاش لازمة يا عم. طلع الفلوس اللي فيها. ولا 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 بطاقة. ايه وريني كده. تعرف تقرا؟ هنقلش. ايه ده؟ هلا دي صورة الموز الهاي لايف. اسمع عندك ايه خلص. ها لا ده انا ما بعرفش اتنايل. طالما ما بتعرفش تتنايل عامل اللي فيها برم ليه وانت اصلك بورص؟ يعني انت شوقي اللي بتعرف تتنايل؟ اختي بتعرف تقرا فبديها لها ترجعها لها. حرام فعلا الفلوس اللي هناخدها. حرمت عليك عيشتك يا شيخ. انا عايز البطاقه دي في مصلحه، واديني نص الفلوس وخلينا نغطس من هنا قبل ما يبلغوا عننا. شوقي ما يتنيلوا يبلغوا. واحنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي يا ابني؟ ده فينا شافتنا. ما يشوفونا يا جدع. حد يستجري بلغ على بوشو؟ يالا عفريت النار كل هنا بيعمل لي الف حساب. انت بقى اللي تستجبن امور. استجبن امور؟ ايه يا عم شجيع السيما؟ انت نسي ان انا وانت سوابق ولا ايه؟ ده احنا الاثنين ريح طيار يعني. طب سوابق وعارفها ايه ريح طيار دي؟ يالا اقول لك انا، يعني احنا الاثنين لا لينا كوتش ولا كبير زي كواننا كده، وده معناته ان ظهرنا مكشوف يعني سهل يصطادونا. يالا شوقي عشان كده بقى لابد من الاحتياطات الامنيه. اديني نص الفلوس والدره يومين لحد ما السرقه تتبخر وارجع تاني. ماشي يا عم، ادي 500 وانا 500. امين امين. بس البطاقه دي انا هاخدها عشان انا عايزها. عايزها في ايه؟ يالا ولا حاجه يا عم، البت ريري جامعه الدول ما انت عارفها، بتعاني اليومين دول من ازمه البطاله وبتاع، وكانت عايزه بطاقه يعني تضربها وتنزل بيها الشغل. خربت مالطه شوقي. لا كده يا روح امك، هتديني 100 جنيه من اللي معاك. ها انت هتمصلح مع الموز؟ انا بقى شبر على مزاجي من جيبي ولا ايه؟ ماشي يا شوقي خد 50 جنيه كفايه عليك. وايه ده؟ ايه على الاسطوانات دي؟ يخرب بيتك. لا حبيبي افيها يخفيها. الاسطوانات دي بالنص. ولا 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 ما تلكش كتير يا البطايه الاسطوانات. لخص عايز ايه بسرعه؟ هي حصلت سرقه يا ابن السمري. يا نهار اسود اختك. يالا اجري. يالا اجري حلق عليهم يا مسغون. اوعى يا مسغون. اوعى يا بنت دي. هربوا ولاد المزفلطه. فالحة يا اختي طفشوا منا. تعالي نطمن على حاجه البنايه الاول. ادي البطاقه بتاعتها دي باين السدهات اللي بيقول عليها. انت تعرفي الناس دي يا شروق؟ اعرف يا ريتني ما عرفته. الظروف بتعمل معايا فصولات بايخه قوي. بس اصحابك دول ناس عليوه قوي يا شروق، اكيد بقى هيدوكي فلوس كويسه ما دام عكشتي السرقه، وانا ليا فيهم نايب. نايب؟ جاتك نايبه. طيب يا شوقي لو ايدي طلتك. اتفضلي أمل شنطتك. راجع على كل حاجة فيها كويس. السيديهات موجودة الحمد لله. الحمد لله. وادي الكرنيهات وادي البطاقة. طب والفلوس؟ اتأكدي منها كويس. الفلوس مش موجودة. بس مش مهم، مين دول اللي خطفوها؟ أنا لازم أعمل بلاغ في الاسم. خلاص بقى يا أمل، خلاص بقى حاجتك ورجعت لك. ويا ستي إن كان على الفلوس يعني قولي لي كانوا كام وأنا بديهم لك. تديهم لي ليه وأنت مالك؟ انا مش فاهمه يعني. انت تعرفي اللي سرقوني صح؟ خلاص خلاص بقى يا امل، في ايه؟ احنا متشكرين قوي يا شروق. ما تقولي لها ميرسي ولا تقولي لها حاجه. انا برضو لازم اعمل بلاغ. وانت يا شروق هتبقي شاهده ولا مش عايز تشهدي على اخوكي؟ تعرفتي
هي دي العيلة الكريمة اللي عايز تناسب منها يا باشمهندس؟ حلوة صور بس مش كفاية، أنا عايزكم تصوروا فيديو. إحنا لسه شغالين يا فندم، وأنا هحط بلان قدام حضرتك لمسح العينة. كويس أوي، أبقى أشوفه. وأنت يا سامح، إيه الأخبار؟ عملت إيه؟ تمام، كونت فريق من الباحثات وإن شاء الله هيبدأوا الشغل من بكرة، والبنات هنستقبلها هنا وهيعملوا استمارات هيكتبوا فيها كل بياناتهم عشان نعرف كل حاجة عنهم بالتفصيل. طب كويس. رويدة تشرف على فريق الباحثات، وأنا وأنت وهي نحضر المقابلات والكنترول روم. متشكرة على الثقة دي يا دكتور. على فكرة الدكتور صعب قوي يدي ثقته لحد. انت هتنقى يا دكتور سامح ولا ايه؟ ده انا ما صدقت يعني وصلت للمكانة دي. هو مش نقى ولا حاجة، بس يا رب تكوني قدها يعني. هتشوف. عموما يا امل انا عملت اللي عليا، واللي انت عايزة تعمليه تعمليه، عايزة تروحي تعملي بلاغ في الاسم براحتك، انا مش هقدر امنعك. ولو عايزاني كمان اجي اشهد ضد اخويا ماشي. لا شروق، خلاص مفيش داعي لكل اللي انت بتقوليه ده. بعدين يعني انت مش ذنبك حاجه ان دايب اخوكي. ادهم انا عايزه امشي ومش رايحه التدريب كمان، انا اعصابي بايظه. بعد اذنك يا باشمهندس انا كمان لازم امشي. طب شروق اعدي عليك امتى علشان خاطر يعني ميعادنا بتاع بالليل؟ انت لسه مصمم بعد اللي حصل؟ طبعا مصمم، واكتر من الاول كمان. انت لازم تبعد عن عيلتك دي خالص، انت غيرهم خالص يا شروق. للاسف يا باشمهندس دول اهلي، اسمهم في ملامحي ودمي وجبيني. خلاص معلش، لما نتجوز في حاجات كتير قوي هتتغير. المهم بقى انا عايزك بقى دلوقتي تهدي كده وتروحي البيت وتنسي كل اللي حصل، وتاخدي لك دش سخن عشان تبقي مستعده يعني لميعاد بالليل. وعايزك كمان يعني معلش تاخدي المبلغ ده تجيبي لنفسك اي حاجه. خلي فلوسك معاك يا باشمهندس، انا هلبس من اللي عندي عشان محدش يقول استغليتك وخدت فلوسك. حبيبتي انت بتعتبري مراتي ان شاء الله لما ابقى. بعد اذنك. على العموم انا عندي اقتراح ان احنا نحط كل حاجه في فايل واحد، واعرض على حضرتك ملخص بالنتائج اول باول. هايل، برافو. وفي اقتراح تاني ممكن نعمله على الفيسبوك، نطلب فيه كل اللي يعرف معلومات واماكن تجمعات ولاد الشوارع، كده ممكن نسهل على نفسنا ازاي نعرف اماكنهم في القاهره، نتعرف عليهم يعني يا دكتور. دي طريقه حلوه. يلا شيل بالكم. بروفيسور حضرتك هتطلع النهارده في برنامج على الهواء. ايه ده صحيح الكلام ده دكتور؟ بقى هي تعرف انت؟ لا دي عرفت منين؟ يا سلام، هي استضافه الدكتور مأمون حاجه تعدي كده؟ ده كل الجرايد نشر الخبر، وبعدين انا اي خبر عن دكتور مأمون بحتفظ بيه يعني، ده غير مقالاتك يعني كلها عندي. المهم حضرتك هتلبس ايه؟ البس ايه؟ مش عارف يعني، ما جاش في دماغي اللي هلبسه. ازاي يا دكتور؟ ده حضرتك نموذج للشياكه. لا انا شايفه يعني ان حضرتك لازم تهتم بالموضوع ده. على فكره حضرتك كنت لابس بدله جراي من يومين كده كانت تجنن عليك. ايه ده؟ انت فاكره انا كنت لابس ايه من يومين؟ انا ناسي انا فطرت ايه النهارده الصبح. على فكره انت كده شكلك بقى احلى، قصدي يعني بقى شيك. عن اذنكم. ما شاء الله عليكي هايله. كله عشان مصلحتك صدقني. عشان مصلحتي انا؟ مش فاهم ازاي يعني. هفهمك بعدين، يلا عشان نشوف شغلنا. يلا حبي بقى اوصلك لعربيتك ولا تيجي معايا ونبقى نبعت حد ياخد عربيتك من الشركه؟ وصلني لعربيتي طبعا، فيها حاجات مهمه عاوزاها، بس تعالى لما اروحش الاقيها اتقلبت هي كمان. يعني انت بلاش سوء الظن بقى اللي انت فيه ده، اللي حصل لك النهارده ده عادي جدا يعني، الشوارع مليانه بلاوي زي كده. انت اللي سرقها الواد اخو شروق؟ ايوه انا، والشنطه رجع في حاجه؟ مش كلها يا مزه، اعرفك بنفسي، محسوبتك شمة اللي ما بتكدبش، فعلت خير. انا سمعتهم بيتكلموا، عرفت منهم ان الفلوس اللي قفشوها من شنطتك هي اللي بيلعبوا بيها قمار في الجنينه. ده لو عايزين تبلغوا يعني.
وسمعت منهم كمان انهم هياخدوا بطاقتك عشان يدوها للبيت ريري بتاع الجامعه الجوي، اصلها تخصص اداب عشان تحط صورتها عليها. انا قلت احذرك وخلاص. سلام. يا نهار اسود، انت سامع يا ادهم؟ يا امل، احنا مش اطمننا ان البطاقه خلاص معاكي؟ اه الحمد لله بطاقتي معايا، بس انا بقى مش هعدي الموضوع ده، كفايه الخضه اللي اتخضيتها. شمبر. الله، ايه انت ايه اللي مصحيك بدري قوي كده؟ ده انت نايم وش الفجر والليل لسه ما لقيتش. النهارده فرحي، النهارده ابو عريسه شمبر. يعني عايزنا نجهز لك قطه تتبعها. انا عارف النهارده الخميس عيد ميلاد ابليس. ماشي ماشي يا برنس، قول لي بقى انهي قطه عايزها. لا انا مش عايز قطط من الشارع، تعبت جات لي قرفه في معدتي. انا عايز قطه خربوش، قطه ما نونوتش الراجل غيري. ما نونوتش؟ طب ودي لا مؤاخذه نجيبها منين؟ دي لو موجوده تتقال بالذهب يا جدع. على قولك، هي صحيح تتقال بالذهب بس موجوده. الله، اوعى يكون قصدك بنت السامري. صح يا شمبر، تستاهل ولا ايه؟ ألا بس دي بالرويه ملهاش كسر يا جدع. هو ده بقى اللي عاجبني فيها، الحرمه الوحيده اللي ما عرفش اجيب مناخيرها الارض. انا عايزك توصل المخزن وتستقضمنا هديه تكون قيمه. يا اخويا المخزن مليان، شوف انت بس عايز ايه. بس بقول لك ايه، البت دي عشان تزغل عينيها هي واهلها لازم تخش عليهم بشبكه معتبره، حتتين ذهب يتولوهم. صح يا شمبر، اسمع خلي عيال تحضر لي الحمام وانا هضرب الحته الزفره واستقضلها حتتين ذهب من الخزنه. ماشي؟ انت واقف ليه؟ ما يلا ابدا النهارده فرحي. يا حظك يا بنت السمري يا حظك. حرام عليك يا شيخ، انا عمري ما شفتك بالقسوه دي. ده بدل ما تشكريها انها يعني رجعت لك الحاجه. اشكر مين؟ دي واحده اخوها حرامي وزعيم عصابه، انت ما شفتش عملوا فيا ايه؟ دول كانوا ممكن يقتلوني وكلكم وموضوع البطاقه ده كوم تاني. تخيل بقى لو كانوا سرقوها وودوها جامعه الدول، كنت هتلاقي اسم اختك نازل في قضيه اداب. الحمد لله ربنا ستر، اهو لولا شروق برضو ما كانتش الحاجه دي رجعت. وانت ايش دراك بقى انها مش معاهم وان هي المعلمه الكبيره كمان؟ لا ده انت خلاص جرى في مخك حاجه من ساعه اللي حصل لك، وانت بقيتي تفكري بشكل مش مظبوط وبتشكي في كل اللي حواليك. طب ايه رايك بقى فكرت لما اتهموا شروق في الخاتم وطلع في الاخر ان ملهاش اي علاقه بالموضوع ده، فاكره ولا ناسيه؟ لا مش ناسيه، بس انت مش ملاحظ بقى ان الضرب اللي بيجي من ناحيه حبيبه القلب بيوقعنا في كوارث؟ لا بصراحه بقى مش ملاحظ، انا ملاحظ ان كل واحد فينا ممكن يحصل له 100 كارثه ويبقى شروق ملهاش اي علاقه بالموضوع ده، ولا افكرك بدي كمان؟ بص بقى انا مش مستريحه للبت دي خالص. انا مش عارف اصلا انت ايه اللي وداكي المكان اللي فيه شروق. بصراحه يعني رحت اقولها تبعد عنها لما لقيتك واخد الموضوع جد وكلمت بابا في موضوع جوازك منها. بقى كده شفتي، ادي ربنا وقعك في شر اعمالك. مش عارف انت بتعملي كده ليه يا امل. فضلك بقى يعني مره تانية ما تتدخليش في حياتي الشخصيه تاني. ممكن مالك يا شروق؟ ما ماليش يا، والنبي تقولي لشوقيه تروح تجيب لي البلوزه اللي فوق السطوح. انا يا ضنايه هطلع اجيبها لك. لا خليك انت ركبك وجعاكي، هطلع انا. مالك يا ضنايه؟ مالي على الله يا، والنبي تسيبيني في اللي انا فيه. الله ما يسيبك. براحتك يا بنتي، عيني عليكي شلت الهم من بدري.
الخدمه ست هانم؟ اعملي لي فنجان قهوه ساده دبل من البن المحوج. من عينيا يا ست الكل. عجايب، يعني جبتي واحده تانية تخدمك بدالي يا ست منال؟ اعمل لك ايه؟ مش انت رحتي تتجوزي وقلتي عدولي؟ كان اتفقنا ترجعي بعد اسبوع. عدى اسبوع والتاني والتالت محدش شاف وشك. كان لازم اتصرف، انا ست حره ما اقدرش اقعد من غير شغاله. يا ريتني ما اتجنست، كانت اتجوزت الصدمه والندامه. ليه؟ طلع سيس يا بنت ولا ايه؟ طلع خسيس وواطي، طلقني يوم الصباحيه. من تاني يوم طلقك يبقى طلع سيس. والنبي يا ست منال ما اقدرش اقعد جنب امي العيانه من غير شغل تصرف عليا. خلاص خلاص انا هتصرف، هشوف لك شغل وبنفس المرتب ويمكن يزيد شويه. تكلمي حق يا ست منال. هتشوفي. ربنا يكرمك ويسترك ما يفضحك ويعلي مرتبك قدر يا كريم. يا ماشاتة يا ابني، انا عارف شروق بنت بنتي، مش عايزاك، ما تتعبش نفسك. اسمع يا راجل انت ورحمه ام اللي ما اعرف مكان دفنتها، هكون مولع لك في العشره دي باللي فيها. انت مش حامل بهدله؟ طب عاجي معاك بصفه ايه يا جدع؟ خال مات قدامي. ماشي 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 يا كوان، اركب المتسك ما نشوف اخرتها. امسك الورد ده، امسك المقاورات دي. مين كواننا بتاع الخرابه؟ مش احمو ولحم؟ ايه رايك ما ينفعش عريس؟ مين يام؟ اللهم صل على النبي، ست الحسن. ده انت مستنياني بقى؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الجدع دوات هنا يا جد؟ الله، مفيش اتفضل، ده المثل بيقول لعيني ولا تغديني. شروق بسرعه شاي. ما عندناش لا شاي ولا سكر. وانا ما يلزمنيش شاي ولا سكر، بل الشربات يا حماتي. حماتك؟ هو في ايه يابا؟ انا مش فاهمه. انا ما اعرفش حاجه، انا جاي هنا خيال مقات، جاي غصبانيه. خد يا اما ضحى، خد الورد ده عشانك، والشبكه دي بقى عشان ست العرايس. شروق، شبكه ما جاتش البنت في العزبه شبكه زيها قبل كده، وانا عايزها بهدمتها. والشقه من الابره الصاروخ عليا، شقه في الجيزه تعجبك قوي. نقرا الفاتحه النهارده وندخل الخميس. هو انت بتتكلم جد يا ابني؟ جد الجد طبعا، مش مصدقه نفسك. ها انا قلت امشي ورا قلبي. انا بيني وبينك كان قصادي بنات كتير، منهم بنات زواج، بس النصيب بقى. نقرا الفاتحه النهارده وابعت اجيب المأذون. اسمع يا اللي اسمك كوان، انا سبق وقلت لك لما تشوف سمانه قفاك الاول ابقى افكر اتجوزك. خد شويه الربابيكيا بتاعتك دي تورينا عرض قفاك. ده انت لو اخر راجل في الدنيا، اشنق نفسي بايدي ولا اتجوزكش. لازمته الكلام ده يا بنت السامري؟ ده انا جايب لك شبكه عمر امك ما شافتها. الله الله، مالك ومال امها يا ربايه الخراب؟ بتقول لك اتكل على الله، ما عندناش بنات للجواز. يلا ورينا عرض كتافك. هتندم يا ضحى. انت هتحكي في المحكي؟ انت ما عندكش ريحه الدم. يبقى هسجن ابوكي وامك واشرد عيلتك لو خرجت من هنا زعلان. ملوش لازمه التهديد ده يا كوانا، البنت مش عايزاك يا غارع، ما عندك العزبه مليانه بنات، والحكايه كلها اسمه ونصيب. لا، بدل حاططها في دماغي يبقى هو ده نصيبي. وعلى كل حال انا شاري، انا ما كنتش عايز افكر القنبله. بتعرفي تستقري ولا نسيتي؟ ايه دول؟ دول تلات ايصالات ب 150,000 جنيه، ابوكي مضى عليهم، يعني لو قدمتهم للنيابه الصبح ياخد على كل ايصال 3 سنين، يعني 9 حتت يا عروسه. سامع يابا؟ سامع يا بنتي، ده واد ابن حرام ويعملها. روح اسجنه، احنا رابينا توبته من ساعه عملته السودة. اسجنه هتريح. انا قلت ان انت هتقولي كده برضو. هتطرينا طلع القنبله التانيه. شايفه بصمه مين دي وختم مين ده؟ امي. بسم الله عليك، بعت لي داركو بيع وشراء، ودي المبايعه. قلت ايه؟ مستني. حاضر يا سكوانا، سلام. بالحق، الورق ده صورة من الأصل اللي معايا، خليه معاك بقى يا عروسة. يا حرام يا نوري يا رباية الخرابات، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم. بص بقى يا مولا، اوعي تجيب الماما أي سيرة على الموضوع اللي حصل من أخو شروق ده. ها اوعي. أي
ايوه يعني لما تسالني على الفلوس اقول لها راحت فين؟ اكذب؟ لا ما اعرفش، اتصرفي قولي اي حاجه يعني يصير كده تيجي في يوم وتحتاجيني اقف جنبك. يا ادهم يا ادهم، البنات كتير حواليك وبيترموا عليك، يعني ممكن تختار منهم اي واحد. يوه تاني يا امل، حرام عليكي بقى، كفايه الكلام ده. ايه يا ولاد مالكم تتقروا ليه؟ ابدا يا ماما مفيش حاجه. انت مش كان عندك تدريب تنس النهارده؟ المفروض يا ماما. ماما ما رحتيش ليه؟ وكنت نازله تشتري تريننج، فين يعني؟ مش شايفاكي جايبه حاجه. اصله ضاع يا ماما. هو بصراحه كده ماما اتسرق منها وهي خارجه من المحل، وشنطه المضارب كمان اتسرقت. سرقتي؟ ما قلتيش ليه؟ اتسرقت وفي عز الظهر يا ماما. هبوس ايدك افتكري يا ماما، بصمتي على ورق ولا طلعتي ختمك من ورايا؟ ايوه يا بنتي افتكرت، من كام يوم كده جالي واحد قال لي انه من المعاشات، وان الحكومه عملت معاش للعجزه والغلابه، محتاجين بصمتي وختمي على الطلب. وبصمتي وختمتي؟ حصل. ليه كده بس يا ماما؟ انت من امتى بتبصمي على اي حاجه من ورايا؟ ليه كده بس يا ماما؟ احنا اتشردنا، كواننا الديب حطينا تحت نيابه. ما عليك يا ماما، حرام عليك. الصبح ابنك يسرق الشنطه من صاحبتي ويخلي رقبتي زي السمسمه، ودلوقتي تحطينا في بق كواننا. ليه كده بس يا ماما؟ انا ايه اللي بيحصل لي ده بس يا رب؟ والله العظيم ده حرام. استغفري ربك يا شروق وسيب الموضوع ده عليا، انا هتصرف مع ابن الحرام. هو انت مش كان وراكي مشوار؟ اظن مشوار. ايه بقى يا جدتي؟ خلاص انا ماليش حظ في الدنيا، مكتوب عليا الغلب والضنك طول عمري. لا يا شروق، مش شروق اللي تطاطل الريح. بس الريح المره دي اقوى مني، اعمل ايه؟ شوف يا بنتي، قومي روحي مشوارك اللي انت لبستي عشانه الهدوم الألاقة دي، وانا عوصلك بالتروسات. يلا قومي يا دنيا مع جدك. قومي يا حبيبتي. ايوه يا شروق، انت فين؟ انت لسه في البيت؟ يا حبيبتي بابا بينام بدري مش متعود يسهر. أي واحد مستنيك؟ طيب على العموم أنا ربع ساعة كده هكون واقف مستنيك قدام العمارة. سنة مين يا أدهم؟ طيب باي باي، باي باي دلوقتي. إيه يا ابني مالكم؟ كلكم النهاردة مش على بعضكم ليه؟ لا مفيش يا ماما، دي مفاجأة. مفاجأة إيه؟ مفاجأة بس هتبقى تعرفيها بعدين. طب أنا رايحة من الجريدة وجاية بسرعة. هرجع لك بعد ساعة. ما تتعبش نفسك انت يا جدي، وانا راجع هعدي عليك في العشاء وان شاء الله تسمع خبر كويس. يا رب يا بنتي، يا رب يكبر بخاطرك يا رب. مع السلامة. مع السلامة. شروق. أدهم. ازيك؟ الحمد لله. شكلك زي القمر على فكرة. قمر ايه؟ قمر بالستر. طب يلا يلا احسن، بابا كل شويه عمال يسالني هي فين هي فين. يلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا، اتفضلي. متشكره. هي دي شروق؟ لا بسم الله ما شاء الله، ده الباش مهندس بقى كان عنده حق. تعرف يا بنتي، في المرات اللي كنت بتيجي عندنا هنا في البيت بصراحة أنا ما كنتش باخد بالي منك، إنما كده بقى لا، ده أنت حلوة حلوة قوي. حلوة قوي يا أدهم. شفت يا بابا، مش أنا قلت لك؟ ده لسه بقى حضرتك لما تعرفها وتقرب لها أكتر هتعرف قد إيه هي جدعة وشهمة وأخلاقها عالية جدا. طبعا طبعا. والله يا بنتي انا من ساعه ما طلعت بريئه في موضوع الخاتم الالماس ده وانا مش قادر انسى وضميري بيعذبني، لكن خلاص خلاص بقى اللي فات مات.
سيبني شوية أنا وشرو، أصلي عايز أتكلم معاها في موضوع مهم. يا بابا. بابا؟ بابا إيه بقى؟ ده أنت اللي طلعت بابا. على فكرة أدهم بيحبك جدا، ما تقلقش عليها، أنا خلاص عديت الجرين لاين، يعني ما بقاش في أي خوف مني. خلاص أنا خدت نصيبي، حضرة صاحب المقام الرفيع، أغلو لزغلو وكيل الوزارة. أيوه ذهبي وشعري نكادي وطباعي، وحط تحت نكادي وطباعي دي 20,000 خط. بقول لك إيه يا أدهم؟ قول للخدامة الجديدة تجيب لنا قهوة، ولا تحبي تشربي عصير يا شروق؟ لا يا سعادة البي، ملوش لزوم. ملوش لزوم إزاي؟ إحنا مش بخلة يا بنتي. يلا يا أدهم إعمل اللي أنا قلت لك عليه. ماشي. على فكرة بابا ده أجدع أب في الدنيا. ربنا يخليه لك وما يسيبكش فيه أبدا. الله، دعوة حلوة قوي يا بنتي. طيب أنا هجيلك على طول. ها تعالي تعالي يا بنتي، اتفضلي اتفضلي. عارفة يا شروق يا بنتي، أنا قلبي بسم الله ما شاء الله كده انفتح لك لله في لله. قولي لي يا بنتي، أنتي صحيح بتحبي أدهم؟ ربنا يعلم، أنا ما أتمناش حاجة من الدنيا دي غيره. وطبعا أنتي بتتمني له السعادة، يبقى أسعد راجل في الدنيا. وفاهمة إن أدهم ابني لو اتجوزك ده في مصلحته، وده هيحقق له السعادة. مش فاهمة حضرتك. لا أنتي فاهماني كويس. شوف يا شرو يا بنتي، كلها كم يوم وأدهم يتخرج ويبقى مهندس قد الدنيا، وأنا خلاص ما بقتش قادر أتحمل المسؤولية لوحدي، عشان كده هسيب له الشركة عشان هو يديرها ويبقى المدير المسؤول عنها. وأنتي عارفة يا بنتي أهم حاجة في شغلتنا السمعة والعلاقات الطيبة. وشوفي بقى لما ناس يقولوا المهندس أدهم ابن الباش مهندس عفت اتجوز واحدة، متأخذنيش يا بنتي، أنا قلبي بيتقطع وأنا بقولك الكلام ده، لكن هنعمل إيه بقى في كلام الناس؟ الناس هيقولوا الباش مهندس أدهم اتجوز واحدة أمها فراشة واختها خدامة وأبوها. لو سمحت يا عفت بيه، أنا مش جاية هنا عشان حد يهين أبويا وأمي، محدش بيختار أصلا. يعني لو سعادتك مثلا الأستاذ والدك كان كناس، ولا الست أمك كانت فراشة، كنت هتستعر منهم؟ لا طبعا. واستعر منهم ليه؟ بس كنت هعرف مقامي ومقام سيادي، وملعبش على بناتهم اللي هم من طينة وأنا من طينة تانية. بس أنا ملعبتش على حد. اسمعيني اسمعيني بقى. شوف يا بنتي، أنا عارف طبعا إن أدهم بيحبك، وعشان كده مش قادر يفكر كويس، ومش عارف ليه إحنا رافضين الجوازة دي. بس أنا بقى عندي الحل. الشيك ده شيك ب200,000 جنيه، خدي، وأنا هفهم أدهم إن أنا موافق على جوازه منك، وكل اللي عليكي إنك أنت تفهميه إنك ما بتحبهوش وبتحبي حد تاني. أظن مسألة بسيطة جدا، بعدين أنا تحت أمرك في كل اللي تطلبيه طول ما أنا عايش من عينيا الاتنين. 200,000 جنيه. ياه. أيوة 200,000 جنيه. يعني لو فضلتي طول عمرك تبيعي ورد عمرك ما هتكسبي عشره. صح. خد شيكك يا بيه، انا فهمت قصدك. يا ماما استني، يا ماما ارجوكي افهمك. بس ما انا فهمت خلاص، بنتك امل فهمتني على كل حاجه. اخو ست الهانم المصونه سرق شنطه بنتك واخد فلوسها واخد بطاقتها الشخصيه، كان ناوي يديها لواحده من بتوع الاداب عشان تحط عليها صورتها. شفت الغجر؟ شفت الاشكال اللي ابنك عاوز يتجوزها؟ عاوز يتجوز من زباله الشوارع يا ادهم وجايبها بيتي. يا ماما كفايه كفايه بقى ارجوك كفايه اهانات. مش كده يا بابا، انت مش موافق ما تتكلم قول حاجه. محدش هنا هيتكلم غيري،
بنت شوية هاتي القهوة اطلعي. يا ستي قهوة قدميها لاختك. شروق، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كنتي عند الست اختك خدامه عندنا من النهارده، اخدتها من ستها منال. هو ده مستواكم؟ يلا يا شاطره روحي يلا، وقسما عظما لو قربتي تاني من ناحيه ابني لحدخلك انت واهلك في السجن. شروق انت تخلص خالص وخش جوه وتنسى موضوع شروق ده نهائي. جوه يا ماما لو سمحتي. ولا كلمه. يلا يا الماما بره. شروق انا في شغلك يا اختي. انتوا لسه واقفين؟ يلا بقى يا غبيه. انت اللي بيجيلي من اشكالكم وقت اللي بيكسبتيه. وقتي سيديكي. بقالي يومين ما نمتش عطشان وجعان. كيني حرام عليكي. المية اهي والاكل اهو، بس قولي وديت حاجتي فين؟ هما قالوا لك عند لبيبه. ايوه حاطينها فين عند لبيبه؟ كانت مخبيها في الكنبه اللي فتشها كوانا. بس هما بقى لما دوروا ما لقوش حاجه. هي شالتهم بيتهم في حتة تانية بس أنا ما أعرفش فين. آه وشيتك أتشل. أنت كنت متفق مع لبيبة من الأول تتجوزني عشان تسرقوني مش كده؟ صح صح يا معلمة. وشيتك أتشل. عيني اشرب. ايوه الحس الحس. ده ايه كلب؟ كلب كلب ايه ده؟ الكلب بيخلص لصاحبه يا اخي. حرام عليك. انا بقى مش هسيبك ولا ارحمك غير لما تموت هنا بعفن الا اذا جبتلي حاجتي. لو جبتلي حاجتي تبقى امك ده عيالك، لكن لا ده عيالك انت. الاشكال اللي زيك امها تموت وداعي عليها. لا امي ده عيالي بديع. هرجع لك حاجه بس مش ايدك هتيلي ودك. لا انت هتاكل بقالي حلاوه يا الدلعادي. من النهارده هتشوف شغل غجر على حق. الشغل القديم هيرجع تاني، واي حركه غباوه منك هتبقى بتلعب في عداد عمرك. مين اللي بيخاب؟ مين؟ طيب حاضر حاضر. مين اللي بيخاب؟ تمين. اخش الاول. تمين يا بنتي
مصلحة. مصلحة؟ ما تنطقي يا بت انت مين؟ ازيك يا أم؟ أما؟ أمة مين يا بت؟ انطقي يا بت بدل ما نغسل لحمك من عظمك. أنا كراوية. كراوية مين يا أختي؟ الغجر الهنجرانية لما سبتيني عند لبيبة وأنا عندي سنتين. قولي لي بقى إنك جاية من عند لبيبة. ده فيلم جديد يا بت داخليني عليها أولاد الهرمة؟ أنا أول ما عرفت من لبيبة إنك أمي جيت عشان أشوف. حول الله يا رب. بس أنا يا بنتي ماليش بنات. أنا جاية لمصلحتك وشتي سرقوا منك ذهبك وفلوسك. حاصل. وأنا جايبهم لك أهم. آه بس دول مش كل ذهب يا أختي ولا فلوس. ده اللي قدرت أسلكهولك. ده كان من نصيب سمير ولبيبة، وأول ما هجموا لطبعك خدت الحاجة من الكنبة واستخبيت في السرداب، وأول ما مشوا جتلك. بنتي كده بنتي حبيبتي. تعالي حبيبتي يا أختي. يا بنتي بنت، بس أنتي مش خايفة منهم؟ يا لهوي، ده هروب البت عندهم مصيبة ومش هيناموا لما يرجعوك. أنا أول ما عرفت من لبيبة إنك أمي جيت عشان أشوفك. ولا أنتي مش أمي زي طبع الغجرية؟ أنا نفسي بلاقي أم بحق وحقيقي. ولا انت خدتيني من حد وديتيني اللبيبة؟ لا يا حبيبتي، انا امك يا حبيبتي، انا امك. بس يا حبيبتي احنا هنخاف منهم، دول وحشين، احنا مش ناقصين زغابة. بصي انت هتباتي معايا هنا النهاردة، ومن بكرة هشوف لك بكرة مدارية. انا مش ناقصة زغابة يا بنتي، الله يخليكي. انا هقوم بقى اعمل لك لقمة تاكليها واشيل الحاجة. لا انا مش عايزك، انا عايزة اقعد ابص لك. لا انا هحط الحاجة وارجع لك على طول. ما تجيبي من الاخر يا بديع. يعني رجع لك ربع الدهب وشويه فلوس. طب ما اشطاط يا بديع، ما احسن من ما فيش. بنت ايه؟ طبعا هيقلبوا عليك الدنيا. طب بقول لك ابعتي لي البت ديت وانا اخبيها بمعرفتي في مكان ما حدش يعرف لها طريق جره فيه. طبعا مش هيسيبوكي. عشان كده انا عاوزاك. تعالى خد البيت، ولا اقول لك خليها لبكره عشان البيت ماسكه فيا، وابعت لي حارس من عندك. حمايه يعني؟ بس ده هيكلفك كتير يا بدعدع. وماله، بس يومين كده الدنيا تتظبط، لا يكونوا بيراقبوني، ما انا خايفه ياذوني يا اخويا. خلاص ماشي يا بديع، سلام انت دلوقتي. منفاخ. ايوه برنس. عايزك تستنضف لي واد ضلفه كده من عندنا يعرش على زريبه، يقف حراسه من النار على بيت بديع. طير انت. علم وينفذ يا برنس. اشرب يا بنت المفجوعه. ايه يا برنس البرانيس؟ مفجوعه. مفجوعه. شمبر. انا عايز الليله دي اعمل اعلى دماغ عشان انسى كل حاجه. انا مجروح قوي 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 قوي، وحاسس ان معنوياتي حمضانه. خلي الفرقة دي تغني لي أحلى سلام حزيني. اجمع لي كل بنات العزبة. الليلة دي هتبقى ليلة مليطة. ماشي 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 يا عم المليطة ماشي. نفسك حمضانة. اشرب لك كوز لبن رايب. سامعهوش؟ بس بس يا بار كله يسمع. قرار كوني رقم 3 لليلة الخميس، كل القطط هتتذبح الليلة، النونوة هتبقى للركاب. وبقول لكم ايه يا بقر، اللي مش هيعرف ينونو يحمل فيها جنسي. لا، الليلة دي مش ليلة الجديانة ولا الخرفان، ليلة الديابة والسبوعة. سمعوني أغنية كان كلب وراح.
تعاط في ارض ابيض ما تفش عليك حاجه اتفضل فش يا ابو العيون عايز تحضر الحفله ولا ايه مش من نفسي ولا ايه ده انا حتى لسه مغير النضاره وعملتها عموله اجلاسي 6 على 6 عشان تنقل الصوره الى الوان مش شايف الستلايت لا مش شايف الرقاصه اللي جوه يعمى طب خش وحاسب لا تتكعبل في ظلك ما تخافش عليا عشان انا معايا الستلايت ستلايت خش يا حبيبي اهلا 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 بست البنات دي الخطوه العزيزه دي عايزه كونا لا عايزه مسجون اه طب خش لها اهي متلقاحه جوه معلش ناديلها انت اخو طيب لحظه واحده